بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الناس وبيت كل الأهلوية. الحقيقة النهاردة فرحة كبيرة جدا لكل المصريين. النهاردة كلنا كنا فرحانين، كلنا كنا مبسوطين، كلنا كنا فخورين بمنتخبنا الوطني، منتخبنا القومي للهاندبول النهاردة أو لكرة اليد. حاجة تفرح وحاجة جميلة جدا جدا لما تقعد تتفرج على هذا المنتخب، تعرف قد ايه ان احنا كمصريين بدون تجنيس بدون اي شيء اخر نستطيع ان احنا نعمل اللي احنا عايزينه. المنتخب ده تم تكوينه من 3 سنوات او من اقل شوية، ولكن كل البطولات اللي لعب فيها منتخبنا القومي لكرة اليد حقيقة عمل حاجات رائعة جدا جدا. كل اللاعبين اللي متواجدين جهاز فني رائع، لاعبين على أعلى مستوى بيلعبوا في أندية كبيرة، كل الناس اللي متواجدة بيلعبوا في أندية كبيرة، 9 محترفين أو 10 محترفين الحقيقة بيلعبوا في أكبر الأندية الأوروبية، لهم دور كبير جدا جدا فيما وصل إليه شكل منتخبنا القومي لكرة اليد. الحقيقة الأبطال اللي حضراتكم شايفينهم، طبعا في بعض اللاعبين بيلعبوا في الأهلي وبعض اللاعبين بيلعبوا في الزمالك وفي بقية الأندية الأخرى، ولكن في النهاية كل اللاعبين بيلعبوا باسم مصر. اللي حضراتكم شايفينه ده هو منتخب مصر لكرة اليد وفوزه اليوم على المنتخب الألماني. بالمناسبة أنا كنت قاعد مع كابتن خالد العوضي وكنت بكلم عن هذا الأمر، وقال لي إن إحنا قبل البطولة بحوالي شوية كنا بلعب منتخب ألمانيا وخسرنا منه بهدفين، ولكن منتخبنا الوطني لكرة اليد قادر على إن هو يقدر يعمل معجزات ويقدر يعمل زي ما حضراتكم شايفين. أنت بتقول معجزة يا عم إسلام؟ أيوة، هي معجزة إن أنت تفوز على المنتخب الألماني وتتأهل لأول مرة في التاريخ منتخب عربي يتأهل للدور قبل النهائي في كرة اليد، وربنا يكرمنا كمان لأنه دلوقتي الطموحات زادت الحقيقة. كل الناس تنتظر ماذا سيفعل منتخب كرة اليد إن شاء الله يوم الخميس القادم أمام المنتخب الأسباني، واحد من أقوى المنتخب الفرنسي، أنا آسف، واحد من أقوى المنتخبات اللي بتلعب في الأولمبيات السنة دي. المنتخب الفرنسي برضو في آخر بطولة لينا أو آخر مباراة لعبنا ضد منتخب فرنسا اتغلبنا تقريبا برضو بفرق هدف أو هدفين في الدقائق الأخيرة، ولكن منتخبنا عندنا ثقة كبيرة جدا جدا في كل هؤلاء اللاعبين، عندنا في يعني ثقة كبيرة جدا جدا في المدير الفني شبيه أمير توفيق، يعني أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي شبه جدا باروندو المدير الفني الأسباني الكبير الحقيقة. وقبل برضو ما نتكلم عايز أتكلم عن المدير الفني الأسباني، هو مدير فني رائع جدا، وبالمناسبة المدير الفني الأسباني ده أول ما جه وتعاقد معاه الاتحاد المصري لكرة اليد في ذلك الوقت كان عليه هجوم شديد جدا جدا جدا، ولكن هذا الرجل الحقيقة استطاع مع منتخبنا الوطني لكرة اليد ان هو يصل به لأعلى مستوى. كيفية انتقائه للاعبين للمنتخب، كيفية دراسته للفرق اللي بيلعب ضدها، كيفية ان هو بيعمل الخطط اللي امام الفريق بكل مباراة بشكل وبطريقة مختلفة، لانه عنده مجموعة لعيبة يقدر يستخدمهم في كل الملعب وفي كل الاشكال. الحقيقة منتخب رائع جدا الحقيقة. النهاردة كل مصر، اعتقد ان كل مصر او معظم مصر كانت قاعدة بتتفرج على منتخب الهاندبول. وبرضو خدوا بال حضراتكم، النهاردة كانت في هذه المباراة المعلق الجزائري الحقيقة الأستاذ حميد لبراوي هو خد كل قلوب المصريين، كل المصريين اتكلمت طبعا على المنتخب وقد ايه المنتخب الوطني عامل شكل رائع جدا، ولكن التعليق الجزائري من الكابتن حميد حاجة كانت رائعة جدا 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 وخطفت قلوب كل المصريين. شفنا على كل مواقع التواصل الاجتماعي قد ايه الناس مبسوطة بهذه الروح الوطنية وهذه الروح الكبيرة جدا ما بين كل العرب. الراجل الحقيقة وهو بيعلق كان تحس ان هو مصري، تحس ان هو واحد من المصريين اللي بيحبوا هذا البلد وبيحبوا الوطن العربي بالكامل. فالحقيقة حاجة كانت رائعة جدا جدا في التعليق اليوم. عشان كده استاذ حميد معانا او كابتن حميد معانا على التليفون. كابتن حميد ازاي حضرتك؟ والحقيقة انا بهنيك الحقيقة على التعليق الرائع على مباراة منتخبنا الوطني لكرة اليد ضد منتخب ألمانيا. السلام عليكم. شكرا أستاذي، والله أنا فخور وأنا سعيد ومحظوظ لأني شاركت الفرحة مع المصريين واليوم التاريخي للمنتخب المصري الرائع، التأهل لدور نصف النهائي لأول مرة فريق عربي إفريقي يصل للمباراة النصف النهائية،
والله استمتعت لأنه المنتخب المصري أيضا سهل علي التعليق عندما يعلق على لاعبين رائعين، على مجموعة تلعب مع بعض روح واحدة، حارس خارق العادة، تتقدم على المنتخب الألماني بأربعة خمس أهداف، يعني سهل لك المباراة وتستمتع مع اللعب الجميل للمصريين في هذه المباراة. كابتن حميد، قبل المباراة كنت متوقع هذا الأداء وهذا الشكل الرائع لمنتخبنا الوطني؟ والله كنت متوقع لكن ليس تفوز بخمس أهداف فارق، كنت متوقع أنه المباراة تلعب في الخمس دقائق الأخيرة في الموني تايم ويكون هناك يعني فرق هدف أو هدفين. أيوة. يكون السيستنس يعني التسويق في الخمس دقائق الأخيرة، لكن لم أكن أتوقع هذه السهولة وهذا الأداء المبهر وهذا الفوز بالأداء والنتيجة للمنتخب المصري. يعني من وجهة نظرك، وأنا عارف إن أنت كنت أحد اللاعبين الكبار في المنتخب الجزائري، يعني كنتوا عاملين يعني من وجهة نظرك كيفية أداء منتخبنا الوطني بهذا الشكل، وإزاي قدرنا نوصل لهذا الشكل الرائع من لعب كرة اليد يعني؟ والله الفضل يعود للاتحاد المصري الذي أعد جيدا لهذا المنتخب، لأنه تعرف أن المنتخب قبل بداية الأولمبياد لعب خمس مباريات كبيرة، خمس مباريات مع منتخبات كبيرة. مظبوط. لعب مع فرنسا، لعب مع إسبانيا، مع كرواتيا، مع ألمانيا، مع البرازيل، يعني حضر جيدا للأولمبياد. أيضا القائم المدرب الذي يقوم بعمل رائع، غارسيا باروندو، لا ننسى أن غارسيا باروندو فاز بالتشامبيونز ليج مع فاردار في 2018 ولاعب سابق للمنتخب الإسباني وفاز بالتشامبيونز ليج كلاعب وكمدرب. أعتقد أنه مدرب شاب يفهم العقلية الشاب المصري وعرف كيف يبني فريق متكامل متجانس. النهارده كان يعني الحقيقه حارس المرمى عندنا في منتخبنا الوطني له دور كبير جدا جدا فيما وصل اليه المنتخب، شفت اداؤه ازاي؟ كاتونجا طبعا. كريم الهنداوي هو رجل المباراه دون منازع، لانه هو مع السويد فعلها واعادها اليوم امام المنتخب الالماني. انا قلت في مباراه السويد انه كاتونجا لو يقدم مباراه نفس مباراه السويد سأعده بجائزة وسأسافر خصيصا للحارس كريم الهنداوي، يقدم له الهدية ويستاهل كل خير لأنه اليوم قدم مباراة خيالية. أيوة. وكان له قسم كبير وكبير جدا في فوز المنتخب المصري اليوم. كابتن حميد، يعني تعليقك النهاردة وإحنا قاعدين بنتفرج حاسين إن أنت مصري من جوه، يعني من إمبابة يعني، لكن يعني من جوه قلب مصر، يعني ازاي قدرت توصل لهذا الشكل من التعليق الرائع الحقيقه؟ لان احب المصريين، انا اصحابي مصريين، لعبت مع المنتخب ضد المنتخب المصري، نبيل جوهر، شريف مومن، مروان رجب، حمد النقيب، يعني هذا جيلي لعبت ضدهم، وانا لعبت كل بطوله الشباب في 92 عندما فاز المنتخب المصري. أيوة. مونديال 99 في مصر، المعسكرات في مصر، فأنا يعني زرت مصر أكثر من 15 مرة، فعندي علاقة جيدة مع اللاعبين المصريين وأعشق الشعب المصري من زمان. بس الروح اللي حضرتك كنت بتعلق بيها زي ما بقولك، يعني هي اللي لفتت نظر كل المصريين. النهاردة الناس قد إيه مبسوطة بأداء المنتخب وكل حاجة، ولكن أيضا تعليق حضرتك على المباراة أعتقد أن ادالها شكل رائع جدا من التعليق. نعم، تحمست كثيرا مع المباراة، لأنه حتى عندما تعلق والفريق يعطيك يعني يقدم لك الاداء ويقدم لك المردود. نعم. ومتفوق في النتيجه فيسهل لك المباراه، وعندما يكون المنتخب نفس منتخب مصر الذي دائما هو اللي يفرحنا وهو الذي يفتح طريق للمنتخبات العربيه الاخرى، صعب ان تتحمس وتعطي يعني تعطيه حقه لهذا المنتخب لانه يستحق اكثر من ما قدمته اليوم من المنتخب الالماني. انت كنت محضر للمباراه قبل المباراه ازاي بقى؟ لانه احنا حسينا ان انت بتحافظ المباراه. انا احضر المباراه تقريبا 4-5 ساعات قبل المباراه، يعني ادرس كل لاعب. أي. احفظ اسماء كل الفريق واعرف تاريخهم واعرف يلعب وراح يلعب، ويعني احضر تحضير يعني دقيق قبل المباراه. كابتن حميد، هتعلق على مباراه يوم الخميس ان شاء الله ولا لسه ما تعرفش؟ ان شاء الله، واعطيكم يعني معلومه انه المباراه ستبث على القناه المفتوحه. على القنوات المفتوحه، اتكتبت على السوشيال ميديا، ولكن ده خلاص قرار رسمي يعني. نعم، اكسترا 2 على القناه المفتوحه، والبي ان سبورت يعني
خلت المباراة على مفتوحة لكي الكل يشاهد المباراة ويستمتع، وإن شاء الله الفوز يكون نصيبنا، وإن شاء الله الميدالية. نفكر في مباراة فرنسا، نفوز على فرنسا ثم نفكر في المباراة النهائية إن شاء الله تكون مع الدنمارك لكي نأخذ الثأر في مباراة المونديال 2021. كابتن حميد، ده مباراة فرنسا شايفها إزاي؟ والله فرنسا ليس فرنسا التي عرفناها في العشر سنوات الأخيرة. فرنسا تراجع مستواها، المنتخب الفرنسي خسر من النرويج في دور المجموعات، المنتخب الفرنسي تراجع من 2017 لم يفوز بأي لقب، صح موجود في المربع الذهبي في نصف النهائي، لكن من 2017 بعد اعتزال الأسماء الكبيرة أصبح المنتخب الفرنسي ليس ذلك المنتخب الذي يرعب الجميع. أعتقد أنه في متناول المنتخب المصري، كدنا أن نفوز عليه في فرنسا في مباراة ودية لولا التحكيم الفرنسي، لكن قدر الله ما شاء فعل، لم نفوز عليهم في باريس لكن سنفوز عليهم في طوكيو. إذا منتخبنا القومي قادر أن هو يكسب إن شاء الله المنتخب الفرنسي. نقول لك أن المنتخب الألماني أقوى من المنتخب الفرنسي. نعم، المنتخب الفرنسي كعناصر كفريق أقوى من المنتخب الفرنسي. أعتقد أن نلعب بنفس العزيمة، شرط واحد فقط، أنه كاتونغا يعيدنا المباراة مرة ثانية، فاحنا طلبنا كثير من كاتونغا. فنتمنى أنه الثالثة، وبعد ذلك سنحاول أن نطلب من الطيار أن يعوض كاتونغا في المباراة إن شاء الله. أخيرا، نصف النهائي الآخر متوقع مين اللي يكسب فيه؟ الدنمارك. أعتقد أن الدنمارك علقت عليهم اليوم أنا في مباراة النرويج، فريق عالمي، فريق يعني سيطر من 2017 هو يسيطر، لم ينهز في أي مباراة، فقط أمام السويد في دور المجموعات هذه المرة في طوكيو. أعتقد هو المرشح القوي في هذه الأولمبياد. أعتقد أنه الفريق الوحيد الذي يستطيع أن يفوز على الدنمارك والمنتخب المصري. إذا حضرتك بترشح في النهائي الدنمارك ومصر؟ دنمارك مصر إن شاء الله، إن شاء الله دعواتكم بس يا رب. وطبعا كل المصريين هيدعوا، وبشكر حضرتك مرة تانية الحقيقة على التعليق المتميز في مباراة اليوم، وإن شاء الله نسمعك يوم الخميس، وإن شاء الله نفرح مع بعض يوم الخميس القادم بوصول منتخبنا القومي لكرة اليد إلى نهائي الأولمبياد. أنا بشكرك جدا يا كابتن حميد على وجودك معانا. شكرا أستاذ، شكرا جزيلا الأستاذ حميد لبراوي، معلق الجزائري الرائع الحقيقة لمباراة منتخبنا الوطني اللي كانت النهاردة منتخبنا الوطني لكرة اليد ضد منتخب ألمانيا، وفوزه وصعوده للدور قبل النهائي في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو. كل الأمنيات الطيبة لهذا المنتخب الذي يستحق الحقيقة كل الإشادة، كل الدعم وكل الدعاء كمان، لأنه حضراتكم ودعاء المصريين دائما ما بيكون في صدارة أي شيء. الكل ينتظر يوم الخميس القادم، أعتقد المباراة الساعة 10 الصبح، صححوا لي يا جماعة لو بقول حاجة غلط، 10 الصبح. إذن المباراة إن شاء الله يوم الخميس القادم بتذاع على القنوات المفتوحة للقنوات الناقلة لهذه المباراة، وبالتالي إن شاء الله كل المصريين هيستمتعوا بهذه المباراة، ويستمتعوا إن شاء الله بتعليق الأستاذ والكابتن حميد لبراوي اللي العلق النهاردة وحسسنا إن احنا قاعدين في مصر، حسسنا إن المباراة دي بتتلعب في مصر الحقيقة. فإن شاء الله كل التوفيق لهذا المنتخب الرائع اللي بيخلينا فخورين، سعداء، قد ايه بنبقى مبسوطين لما بيحصل حاجه تخلينا كلنا فرحانين. النادي الاهلي من اسبوعين ثلاثه وفوزه بالبطوله الافريقيه وفرح مصر كلها، فرح مصر كلها بفوزه بالبطوله الافريقيه. دلوقتي الحقيقه ودوره الالعاب الاولمبيه بعض خيبات الامل اللي موجوده في بعض الالعاب، ولكن هناك دائما بارقه امل بنشوفها مع منتخب اليد، بنشوفها في مع هدايا ملاك، مع سيف عيسى، مع كل اللاعبين اللي خدوا، وان شاء الله النهارده ايضا كان طيب نروح اليابان وبرضه نطمن من المهندس شريف العريان السكرتير العام للجنة الأولمبية المصرية، ونهنيه الحقيقة على اليوم الرائع النهاردة. يا باشمهندس شريف، ازاي حضرتك؟ وطبعا ألف ألف مبروك الأداء الرائع النهاردة لكل اللاعبين اللي هنتكلم عنهم دلوقتي. أهلا كابتن إسلام، وألف ألف مبروك لمصر بالكامل الحقيقة، أداء أكثر من رائع من جميع اللاعبين في جميع الألعاب. اليد الحقيقة بيعمل نتيجة مشرفة ونتيجة رائعة،
اداء رجولي في الملعب، توفيق كبير الحقيقه، يعني يستحقوا الحقيقه من اول البطوله، بيلعبوا بشكل اكثر من رائع، ان شاء الله تكمل على خير في ميداليه اولمبيه باذن الله. متوقع الميداليه في اليد يا شريف بيه؟ دور الاربعه مش هيبقى سهل، لازم الناس تبقى عارفه الكلام ده. ايوه، فرنسا والدنمارك هم الاقرب الحقيقه للتوقعات حقيقه للمباراه النهائيه. انما ما فيش كبير طبعا، هي الملعب هو الفيصل الوحيد بالاداء اللي بيأديه منتخبنا الحقيقه، ما تقريش ان في ولا منتخب هيقدر يقف قدامه. احنا جردنا من الدنمارك في مجموعات، انما لو كملنا بهذا الاداء ان شاء الله تبقى نقدر ناخد فرصه الفقره مره اخرى من الدنمارك في النهائي. نتمنى كلنا هذا الحقيقه، ولو حصل ده هيبقى اول ميداليه لفريق جماعي في تاريخ مصر في الدورات الاولمبيه. نتمناها جميعا، نتمناها ذهبيه طبعا، انما الحقيقه اي ميداليه هتبقى انجاز رائع لهذا الفريق. النهارده الحقيقه واداره الفريق الحقيقه النهارده كانت رائعه جدا جوه الملعب وخارج الملعب. يعني شفنا لقطه كاتونجا لما عمل او شاور للاعبين بتوع المانيا على ان هم يسكتوا زي ما كانوا عملوا لنا قبل كده في البطوله السابقه. شفنا تدخل المدير الفني باروندو في هذا الموضوع، وان هو اعتقد ان هو يعني يتكلم معاه ان هو ما ينفعش يعمل حاجه زي دي. كانت انا بالنسبه لي شخصيا وانا قاعد في الملعب دي كانت يعني احلى لقطه ليا. انا احترمت باروندو 10 مرات اكثر من ما بحترمه اساسا، لانه راجل مخلص في عمله بشكل كبير. المنظره انا بعتبرها دي نوع من انواع هي التعالي والمنظره، وده شيء مرفوض تماما في الرياضه. واول ما عمل كده فعلا نده فعلا، يمكن الكاميرا ما جابتش الكلام ده في الملعب، انما هو نده فورا وعنفه بشده على هذا يعني العمل اللي هو عمل بسيط حقيقه، ما فيهوش حاجه يعني خلاص. لا، هو شاور بايده بس عشان الناس ما تفهمش غلط، هو شاور بايده يعني. كان حارس المنتخب الالماني، برضو نحكي الحكايه بسرعه، كان حارس المنتخب الالماني كان عمل للاعيبه منتخبنا الوطني انتوا مش هتعرفوا تجيبوا جون فيا، يعني عمل بايده كده. فكاتونجا الظاهر كان حاطط الموضوع في دماغه وقال له، قال له برضو مش هتعرفوا تجيبوا فينا جون دلوقتي. فيمكن هي دي بس عشان الناس ما تفهمش، دماغها ما تروحش لحته ثانيه يعني. أيوة. لا صح، هي دي، هو ده فعلا اللي حصل. انما باروندو فورا نده على الخط على طول وقال له انا مش عايز اشوف المنظر ده يتعمل تاني، خليك ركز في الملعب، وهو ده الصح الحقيقه. احنا جايبين فعلا الصوره معانا وحضرتك بتكلمنا، احنا جايبين الصوره معانا بس عشان الناس الجمهور يبقى شايف يعني. اتفضل. وفعلا كان ده فورا اعتذر لباروندو في الملعب الحقيقه. ايوه. وركز في الملعب، وهو ده اللي احنا محتاجينه الحقيقه. احنا لسه البطوله لم تحسم، لسه عندنا ماتشين في كل الاحوال. أيوة. نتمنى الحقيقه ان الفريق يركز ويكمل المشوار للميداليه بشكل كبير يا رب ان شاء الله. ان شاء الله عندنا طبعا لاعبين اخرين الحقيقه ادوا اداء برضو اكثر من رائع، محمد متولي ومحمد سيد كيشو الحقيقه برضو بالرغم من خسارتهم في الدور قبل النهائي، ولكن منتظرين منهم ميداليه، من الممكن ان تكون هناك ميداليه او ميداليتين برونزيتين برضو. ده كلام ده مظبوط. محمد طبعا السيد كيشو هو كان الاقرب، واحنا بنقول الكلام ده من اول البطوله. ايوه. الحقيقه يعني هو خسر المباراه في اللحظات الاخيره، كان كسبان لغايه اخر 30 ثانيه المباراه، انما هي دي الرياضه، هي دي الرياضه، مكسب وخساره والحاجات دي بتحصل الحقيقه. لا زال عنده فرصه تعويض بكره النهارده بقى، احنا توقيت طوكيو احنا خمسه و ايوه النهارده عندكم. ايوه. هيلعبوا على الميداليه البرونزيه، لو ده الطرديه، لو فاز ياخد البرونز، لو خسر ياخد المركز الخامس. أيوة. نتمنى لهم التوفيق الحقيقه، فرص ميداليه يعني قريبه ان شاء الله. عندنا طبعا في العاب القوه عمرو مصطفى نعم طبعا افضل ثمانيه في الجله. عندنا في الغطس مهاب كوردي الحقيقه عامل مباريات يعني قفزات من اروع ما يمكن، ودخل ضمن الكبار في التصفيات الاولانيه من افضل 12، دلوقتي دخل الى النهائيات، حاجه برضو فخر لينا جميعا الحقيقه. كل الولاد، انا باكد بس ان كل ولاد مصر مأدين عليهم، عاملين اقصى جهد الحقيقه، والمفروض ان الشعب المصري يكون كله فخور بيهم جميعا. في الفروسيه ايضا نايل نصار ومحمد طاهر الحقيقه اداء رائع في وسط 75 فارس يعني. طبعا الفروسيه من الالعاب الحقيقه الصعبه جدا، ووصلنا لفريق كامل الحقيقه يعني بعد اكثر من 60 سنه
اخر مره لعبنا فريق كامل في التروسية، لانها الرياضه مكلفه بشكل كبير جدا، سيول على اعلى مستوى. احنا طول عمرنا ركيبتنا الحقيقه على اعلى مستوى، نعم، كان ينقصنا ان يبقى السيول والركيبه الاثنين على اعلى مستوى، وده حدث بالفعل في هذا التاهل لطوكيو. ثلاث لاعبين بيلعبوا في الفردي امبارح، اثنين وفقوا الحقيقه، واحد لم يوفق اللي هو عبد القادر سعيد. الحقيقه يعني ودي برضو رياضه لازم الناس تعرف ان في اليوم، رغم يعني قصه صغيره كده، اليوم اللي قبل المسابقه الحقيقه كان عندنا التمرين، وكنت مع المهندس هشام حطه رئيس اللجنه الاولمبيه ورئيس الاتحاد الفروسية، وكان متخوف من نايل النصار، ان كان التمرين اليوم اللي قبليها كان نايل هو اللي مش مادي كويس في التمرين، وعبد القادر ومحمد طاهر هم اللي كانوا ماشيين كويس في التمرين، انما شاء القدر ان في اليوم اللي بعده نايل هو يكون افضل واحد، ثم محمد طاهر والاثنين اللي يعدوا بكلير كورس الحقيقه للنهائيات، وعبد القادر هو اللي لا يتمكن من حصانه الحقيقه، يكون في بعض المشاكل. لسه عنده عبد القادر فرصه التعويض ان شاء الله في مسابقه الفرق خلاص، والبطلين الثانيين عندهم لسه النهارده ان شاء الله بقى النهائيات دي. مهندس شريف، خلال الفتره القادمه القصيره القادمه الحقيقه حتى نهايه الاولمبياد، متوقع ان شاء الله هل من الممكن ان مصر تاخد كم ميداليه؟ من اول الدوره هنقول ان احنا المنطق بيقول ان مصر تجيب من 3 إلى 4 ميداليات، وقلنا فرصنا بالكامل. يمكن النص الاولاني كان عندنا فرصتين في الرمايه وفي التايكوندو. الرمايه لم نوفق عزمي وحلفه، هو الوحيد كان عنده فرصه الحقيقه، والتايكوندو وفقنا بشكل كبير بهدايه وسيف عيسى. الفتره اللي جايه الحاجات اللي احنا قلناها طبعا اللي شغاله دلوقتي، وحضرتك تضيف عليها كمان اكبر فرصنا الحقيقه اللي هي في الكاراتيه، في جيانا فاروق وعلي الصاوي وفي ريال اشرف برضو، والخماسي حديث برضو عنده فرصه الحقيقه باحمد زمن جندي واحمد اشرف. يعني احنا لو نبص كده في الميداليات، لو خدنا اكتر من 4 ميداليات يعتبر ده شيء جيد جدا بالنسبه للبعثه من وجهه نظر اللجنه الاولمبيه. طبعا من وجهه نظر اللجنه الاولمبيه ان 3 إلى 4 ميداليات هو المنطق الطبيعي، لو حققنا اكتر من كده الحقيقه يبقى توفيق من عند ربنا، وانا شايف ان احنا ماشيين في الاتجاه باذن الله لتحقيق هذا، وكسر اعلى رقم لمصر اللي هو 5 ميداليات اولمبيه، نتمنى ان ده يحصل في طوكيو 2020. يا رب ان شاء الله. انا بشكرك يا فندم على وجودك معنا وعلى كل هذه المعلومات وعلى طمانتنا على بعثه منتخبنا او البعثه الاولمبيه الموجوده في طوكيو. بشكرك شكرا جزيلا مهندس شريف العريان سكرتير العام للجنه الاولمبيه. زي ما حضراتكم شايفين كل الناس فرحانه، كل الناس مبسوطه، كلنا مبسوطين كمصريين باداء المجموعه الحقيقه اللي بتاخد الميداليات او مرشحه ان شاء الله ان هي تاخد الميداليات. ولكن يظل دائما الفرق الجماعيه زي ما حضراتكم عارفين هنا في مصر كرة القدم هي نمرة واحد، وبعديها على طول هي كرة اليد. كرة اليد دائما ما بيكون ليها تشجيع كبير جدا من المصريين جوه مصر الحقيقة وبره مصر، لأن كرة اليد الناس كلها بتنتظر مين اللي هياخد دايما البطولة. وإذا كنا بنتكلم دايما عن كرة اليد لازم دايما نقول كابتن حسن مصطفى. كابتن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد لسنوات طويلة جدا، 4 فترات على ما أعتقد. الحقيقة رجل هو اللي وضع الأساس لكرة اليد المصرية الحقيقة منذ أن بدأ أعتقد في التسعينات يعني، ولكن هو اللي وضع الأساس اللي خلانا نصل إلى هذا الشكل قبل خروجه عندما كان رئيسا للاتحاد المصري لكرة اليد، وبعد كده بقى خرج وأصبح رئيسا للاتحاد الدولي لكرة اليد. والحقيقة حاجة مشرفة جدا 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 ومنصب كبير جدا جدا، بنتشرف بوجود الكابتن حسن مصطفى وبنشكره الحقيقة على الفترات السابقة أو بداية وضع الأساس لكرة اليد المصرية في أواخر التسعينات. فالحقيقة دايما لازم نشكر كابتن حسن مصطفى ولازم نقول دوره اللي كان موجود خلال الفترة ما قبل أن يتولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد، لأنه طبعا متواجد كرئيس للاتحاد الدولي لكرة اليد بيعمل طبعا زي ما حضراتكم عارفين لازم يبقى رجل محايد، ولكن هو اللي وضع الأساس لكرة اليد المصرية. كابتن حسن مصطفى يستحق كل التحية والتقدير. إن شاء الله بتتواصل اليوم 4 أغسطس منافسات المصريين بدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو بحثا عن ميدالية جديدة بعد البرونزية ثنائي التايكوندو هدايا ملاك وسيف عيسى،
وتأتي منافسات المصريين يوم 4 أغسطس على النحو التالي. الساعة 2 صباحا تصفيات ألعاب قوى الرمح إيهاب عبد الرحمن، وإن شاء الله ربنا يكرمه. أيضا في الساعة 2:37 200 متر كاياك مؤمن مهران، والساعة 4 صباحا 500 متر سما فاروق، و8 صباحا تصفيات غطس 10 أمتار منصة ثابتة مها عبد السلام، ظهرا إن شاء الله 12 ظهرا نهائي الفروسية فردي قفز حواجز نائل نصار ومحمد طاهر زيادة، الساعة 12:30 و5 مباراة البرونزية مصارعة روماني 67 كيلوغرام محمد إبراهيم كيشو الفائز من بطلي روسيا والدنمارك، هيلاعب إبراهيم كيشو، والساعة 1 ظهرا مباراة البرونزية مصارعة روماني 87 كيلوغرام محمد متولي على ضد الفائز من بطلي ألمانيا وقرغستان. أما نتائج البعثة المصرية اليوم، ودع محمد مجدي لاعب ألعاب القوة تصفيات دفع الجلة بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية 2020، وفيما تأهل مصطفى عمرو بطل ألعاب القوة لنهائي دفع الجلة. شهدت المنافسات المصرية بطوكيو اليوم الثلاثاء خسارة محمد مصطفى متولي لاعب منتخب مصر المصارعة من منافسه لاعب المجر المصنف الأول العالمي. يعني دايما بيبقى حظنا وحش ان احنا بنلعب المصنفين الأول او الثاني الحقيقة في معظم الألعاب اللي وصلنا فيها للدور قبل النهائي. ايضا خسر محمد ابراهيم ايشو لاعب منتخب مصر امام منافسه الأوكراني في وزن 67 كيلوغرام. وزي ما حضراتكم طبعا وكل المصريين عارفين ان منتخبنا الوطني لكرة اليد وصل الى الدور قبل النهائي، وينتظر ان شاء الله منتخب اسبانيا منتخب فرنسا انا اسف ان شاء الله يوم الخميس في تمام الساعة 10 صباحا. ايضا خسر مهاب اسحاق لاعب الغطس انهى قفزاته في نهائي اولمبياد طوكيو 2020 وحقق في الجولة السادسة 85-50 والأخيرة ليرفع إجمالي نقاطه إلى 393، واحتل البطل المصري المركز 11 ليودع المنافسات بعد أداء مشرف. أيضا مهاب حقق 50 في الجولة الخامسة و69 في الجولة الرابعة و76 في الجولة الثالثة و39 في الجولة الثانية واحتل المركز الثامن من أصل 12 متنافسا في الجولة الأولى. ده كانت أخبار بعثتنا الأولمبية في طوكيو. يا رب كل التوفيق لكل منتخباتنا إن شاء الله، وإن شاء الله يرجعوا بألف سلامة، إن شاء الله نستطيع أن احنا نحصد أكثر من 3 أو 4 ميداليات. خلينا نطلع فاصل الأول، وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نتكلم عن النادي الأهلي وأخبار النادي الأهلي. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، كل سنة وأنت طيب النجم الكبير وأحد نجوم النادي الأهلي لفترات طويلة جدا جدا، النجم الكبير كابتن وائل جمعة حبيب كل الأهلوية، كل الأهلوية الحقيقة بيحب وائل جمعة لأنه صوت النادي الأهلي، المدافع عن النادي الأهلي في أشياء كثيرة في قنوات خارج مصر الحقيقة. وبالتالي وائل جمعة هو محبوب جمهور النادي الأهلي. النهاردة عيد ميلاده، كل سنة وأنت طيب يا صخرة. كل سنة وانت طيب يا وائل، ودايما كده بصحة وعافية. النهاردة الحقيقة أيضا الاتحاد الدولي بعت لكابتن وائل جمعة تهنئة بعيد ميلاده، يستحق الحقيقة نجم كبير في النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني وفي القارة الأفريقية. الحقيقة الكل عارف أن وائل جمعة ده واحد من أفضل وأهم المدافعين اللي كانوا موجودين في مصر وفي النادي الأهلي. كل سنة وانت طيب، وتظل دائما وسط جمهورك وبتحب جمهور النادي الأهلي وكل جمهور النادي الأهلي بيحبك. خلينا نروح أخبار بقى نادي الأهلي، وموسيماني بيعلن قائمة مباراة وادي دجلة، وكما هو متوقع الحقيقة استبعاد لخماسي المنتخب الأولمبي، ما خدش بس غير صلاح محسن داخل القائمة،
استبعاد هذا الخماسي طبعا بسبب الاجهاد وان هم جايين من اخر الدنيا، وايضا استبعد بدر بنون بسبب طبعا شعوره بالتعب شويه. لكن قائمه النادي الاهلي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزه علاء ومحمود وحيد ومحمود متولي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، محمود كهربا، حمدي فتحي، ومروان محسن، ومحمد شريف، وحسين الشحات، واليو ديانج، وبقيه الاسماء طبعا امام حضراتكم، السليه وصلاح محسن وسعد سمير ومحمد مجدي قفشه وبقيه اللاعبين. فدي قائمه النادي الاهلي لمباراه ان شاء الله وادي دجله. والاهلي طبعا كالعاده كريم نيدفيد طبعا، ونقول له الحمد لله على السلامه يا كريم. اعتقد ان دي اول مره من فتره طويله جدا يتواجد كريم نيدفيد في القائمه الرئيسيه للنادي الاهلي، وجونيور اجاي وولتر بواليا. كريم نيدفيد الحمد لله على سلامتك، اكثر كلنا الحقيقه سعاده برجوع كريم نيدفيد الى قائمه النادي الاهلي، كل التوفيق ليه ان شاء الله يشارك حتى ولو في جزء بسيط. دي طبعا على حسب رؤيه الجهاز الفني للنادي الاهلي. كالعادة دايما النادي الأهلي بيدخل معسكرا مغلقا قبل أي مباراة، قبل مباراة وادي دجلة. النهاردة كانت التمرينة خلصت، التمرينة الكل توجه إلى الأتوبيس، والأتوبيس توجه إلى فندق الإقامة. وفي فندق الإقامة النهاردة كانت في محاضرة خفيفة والعشاء، وبعد كده كل اللاعبين بقى بيطلعوا كل واحد أوضته، يطلع ينام ويريح لغاية إن شاء الله المباراة اللي هتبقى بكرة. وسوف تنقل لحضراتكم طبعا المباراة للاستوديو التحليلي قبل المباراة بساعتين كالعادة الحقيقة، مع النجم الكبير كابتن أيمن شوقي، وهيكون معاه ضيوف الكبار اللي بيكونوا متواجدين لتحليل هذه المباراة غدا على شاشة قناة النادي الأهلي. زي ما حضراتكم عارفين التمرينة بتاعت النهاردة اللي قبل المباراة دي بتبقى التمرينة خفيفة جدا، بتبقى 5 على 2، اللاعبين بيقفوا يضحكوا شوية يباصوا شوية وهم واقفين بيعملوا حاجات خفيفة زي ما حضراتكم شايفين. هي مجرد تمرينة لاستعادة النشاط قبل المباراة، وكالعادة الحقيقة ومساندة دائمة من رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب، وكلام مهم الحقيقة مع بيتسو موسيماني، وطبعا عمرو محب مترجم بيتسو موسيماني واقف مع كابتن خطيب وبيتسو، لانه طبعا من الواضح المسانده الدائمه اللي بيعملها كابتن خطيب خلال هذه الفتره في وجوده الدائم. يعني الحقيقه كل مباراه او قبل اي مباراه بتلاقي كابتن خطيب متواجد في استاد التتش لمؤازره اللاعبين. زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، وجود الكابتن خطيب هو عارف كويس جدا ان عدم وجود الجمهور مأثر بشكل او باخر، فوجود الكابتن خطيب بيعطي طابع ان من خلاله كل الجمهور بينقل وجهه نظرهم للاعبين، وهو ده الاهم، ان الكابتن خطيب يكون متواجد كاسطوره كبيره وكرئيس مجلس اداره النادي الاهلي في كل او قبل كل المباريات. تمرينه خفيفه، خلصت التمرينه والكل الحمد لله زي الفل، والكل طلع على فندق الإقامة. الأهلي أيضا بيختتم تدريباته ومسحة طبية ومحاضرة بالفيديو. دايما بيكون في مسحة طبية قبل المباراة، وعشان نطمن طبعا على كل اللاعبين وكل الأجهزة الفنية والإدارية اللي موجودة في الفريق الأول، محمد هاني وأليو ديانج وكل اللاعبين الحقيقة بيكونوا متواجدين في هذه المسحة، ياسر إبراهيم وبقية اللاعبين. مسحة طبية للإطمئنان على بعثة النادي الأهلي أو على فريق النادي الأهلي قبل أي شيء. طبعا محمود وحيد وكل اللاعبين الحقيقة بيكونوا متواجدين للإطمئنان عليهم. بمناسبة بقى كلام كتير زي ما قلت لحضراتكم امبارح عن، وأنا اتكلمت في الموضوع ده امبارح ونفيت الموضوع ده تماما. يا جماعة من فضل حضراتكم خلينا دايما لما نيجي نتكلم نتكلم بالعقل والمنطق، مش عايزين نخش في مناطق ما ينفعش نتكلم فيها وما ينفعش، لانه بعض من لا يشجع النادي الاهلي دايما بيروح لهذا الامر، دايما بيحب يحط البنزين على النار عشان الدنيا تولع. كلمت انا في موضوع بواليا واليو ديانج واحمد ياسر ريان، وقلت لحضراتكم من امبارح ان ما لا يعقل ان النادي الاهلي يفكر في هذا الموضوع في خلال الثمان ماتشات. ممكن جدا لو في عروض، انا برضو قلت امبارح الكلام ده، ما اعرفش اذا كان في عروض ولا لا، ما اعرفش الحقيقه اذا كان في عروض ولا لا، ولكن اذا كان في عروض
فما حدش هيتكلم فيها غير بعد نهايه الموسم، والموسم مش هينتهي غير كمان 8 مباريات. احنا ليه عايزين نطلع اللاعبين بره تركيزهم؟ الكلام ده ما يصحش يا شباب. طبعا الكلام ده لبعض ما لا يشجع النادي الاهلي، لان هم عايزين يطلعوك بره التركيز بعد الاداء الرائع اللي عامله النادي الاهلي في المباريات الاخيره، وبالتالي هو مش عارف يعمل ايه غير ان هو بره الملعب. لكن في الملعب الحمد لله ربنا بيكرمنا، لو حتى بيكرمنا في الثواني الاخيره فهو ده بسبب اجتهاد كل اللاعبين. فبواليا متواجد، اليو ديانج متواجد، احمد ياسر ريان هيعود او مش هيعود، هنشوف الايام اللي جايه ايه اللي هيحصل. لكن خلينا ننتظر، عندنا اداره كره قدم قويه جدا، واداره كره قدم برئاسه واحد من اساطير كره القدم في افريقيا وفي العالم العربي، كابتن محمود الخطيب ورئيس النادي، وبالتالي هم وكابتن محسن صالح طبعا وكابتن زكريا ناصف، وهم اقدر ناس ان هم يشوفوا ايه اللي هيحصل. حتى لو في عروض، انا بأكرر هذا الكلام، حتى لو في عروض لأليو ديانج او ووتر بواليا او احمد ياسر ريان، لن تتم مناقشه اي عروض الا بعد الثمان مباريات وبناء على احتياجات الفريق. ثقتنا كبيره جدا، زي النهارده برضو مش عارف اللعيب الفلاني من زامبيا موجود في النادي الاهلي خلاص ومضى، اللعيب الفلاني من جنوب افريقيا موجود في النادي الاهلي ونزل صورته ومضى، واللعيب الفلاني العلاني كذا وكذا 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 وكذا. يا جماعه من فضل حضراتكم، اذا كان هناك اتفاق مع احد اللاعبين، اي لاعب في العالم النادي الاهلي بيتفق معاه، بيتم الاعلان عبر قناتين، المركز الاعلامي وقناه النادي الاهلي. المركز الاعلامي وقناه النادي الاهلي، مش حاجه ثالثه، مش حاجه ثالثه. فاذا كان هناك، طبعا كل الناس بتجتهد وكل الصحفيين اخواتنا وكل المواقع بيجتهدوا وده حقهم، مفيش اي مشكله، ولكن ده كلامي بقى لجمهور النادي الاهلي، خلينا دايما وراء ادارتنا، خلينا دايما ننتظر التوقيتات المناسبه للاداره لاعلان التعاقد مع لاعب، اذا كان هناك تعاقد مع لاعب. يعني لو الاداره تعاقدت مع اسلام مثلا ان هو يكون الباك رايت خلال الفتره اللي جايه، الاداره هتبقى عارفه امتى تعلن التعاقد ده. لكن في خلال 8 مباريات، هم حياه او موت، عشان تقدر حياه او موت في الرياضه، يعني عشان تقدر تكسب الدوري اطلع اعلن لو انا تعاقدت بالفعل؟ طبعا لا، كلام مش مظبوط. عشان كده انا بقول لحضراتكم دايما، خدوا الكلام الرسمي من قناه النادي الاهلي، قناه النادي الاهلي هي اللي بتقول لحضراتكم على الكلام الرسمي اللي بيخص النادي الاهلي. فالحقيقه من امبارح للنهارده، امبارح كان الكلام على اليو ديانج وعلى وولتر بواليا وعلى احمد ياسر ريان، النهارده الكلام على لاعبين تعاقدوا مع النادي الاهلي. كل اخواتنا صحفيين واللي في المواقع واليوتيوبرز وكل الناس دي من حقهم طبعا يقولوا ويجتهدوا ويعملوا اللي هم عايزينه ويقولوا اللي هم عايزينه، ولكن في النهايه جمهور الاهلي عارف كويس قوي 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 ان عندنا اداره في كره القدم، امتى تسكت وامتى تتكلم، وامتى تعلن عن صفقه جابتها او تعلن عن ان في لاعب هيمشي او في لاعب هيقعد. عندنا توقيتات يا جماعه لهذا الامر، اذا كان هناك بالفعل تعاقد مع اي لاعب خلال هذه الفتره. فمن فضل حضراتكم ننتظر، اذا كان هناك او اذا تم التعاقد مع لاعب سوف يتم الاعلان عن هذا الموضوع او عن هذا اللاعب من خلال قناه الاهلي اللي دايما من خلالها بنعلن لحضراتكم الامور الرسميه اللي بتخص النادي الاهلي. طيب دي كانت اخبارنا النهارده، وكالعاده النهارده عندنا كريم سعيد واحمد ثابت، كريم سعيد واحمد ثابت هنتكلم معاهم في امور كثيره، هنتكلم معاهم على الهاندبول النهارده وهذا الفوز التاريخي والوصول التاريخي للدور قبل النهائي لدوره الالعاب الاولمبيه، هنتكلم معاهم عن مباراه غدا ان شاء الله وادي دجله والنادي الاهلي والتكتيك او طريقه اللعب اللي بيلعب بيها نادي وادي دجله، وايضا هنتكلم معاهم عن تغيرات كثيره جدا حدثت بعد فوز النادي الاهلي على كايزر تشيفز في المباراه النهائيه، تغيرات كثيره حدثت في مدربين اللي كانوا ماسكين الفرق الكبيره، الترجي غير مدرب والوداد غير مدرب، هنتكلم في كل هذه الامور مع كريم سعيد واحمد ثابت. ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل اثنين من الشباب الواعد الحقيقه المتواجد داخل قناه النادي الاهلي، كريم سعيد واحمد ثابت، هنتكلم معاهم في كل هذه الامور بعد هذا الفاصل.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي الدائمين الحقيقه خلال كل اسبوع بيبقوا متواجدين معانا مره لشرح كل التاكتكس اللي بنلعب بيه كنادي اهلي او كبقيه الانديه اللي بنقدر نتكلم عنها. خلوني ارحب بضيوفي كريم سعيد. ازيك يا كريم؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ الحمد لله. تنس الطاوله ايه؟ والله الحمد يعني الاولمبياد. عايزين بقى نلعب على فكره انا وانت. تقدر تلعب؟ تعرف تكسبني؟ انا اسكندراني يا ابني. لا اسكندراني ده يعني تحت تحت البيت كنت بنلعب. احاول يا كابتن والله. احاول بس خلي بالك ده يعني انا في فريق رواد نادي الاهلي. والله انت بتلعب نادي الاهلي رسمي. ربنا يستر. ايضا احمد تاب. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. قبل بس ما ابدا معاهم خليني اقول لحضراتكم خبرين مهمين جدا. مجلس اداره النادي الاهلي يدعو شركات الاهلي لحضور الاجتماع المقبل. وجه مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب الدعوه الى مجالس شركات الاهلي الثلاث: شركه الاهلي لكره القدم، شركه الاهلي للمنشات الرياضيه، شركه الاهلي للخدمات الرياضيه، وذلك لحضور اجتماع مجلس اداره النادي المقبل، حيث تقوم مجالس اداره الشركات الثلاث بعرض الخطوات المقبله والخطه المستقبليه على مجلس اداره النادي وفق جدول زمني يتم اعتماده في ذات الاجتماع. واجتمع الكابتن محمود رئيس النادي خلال الايام الماضيه بشركات النادي الاهلي الثلاث بعد اشهارها للبدء في تنفيذ المرحله الاولى من خطط العمل وعرضها على المجلس في اجتماعه المقبل. ان شاء الله خلال الفتره القادمه حضراتكم هتشوفوا ثمار هذه الاجتماعات من خلال تحركات هتحصل ما بين الشركه وما بين مجلس اداره النادي الاهلي، ما بين الثلاث شركات طبعا اللي تابعين لمجلس اداره النادي الاهلي. ايضا في اطار البحث عن الحقيقه التجديد الدائم، اقبال كثيف للاشتراك في عضويه النادي الاهلي، لجنه العضويه عقد اجتماع اول امس الاحد برئاسه الاستاذ طارق انديل عضو مجلس الاداره وذلك بمقر النادي بالجزيره مع الراغبين في الحصول على عضويه الاهلي سواء العضويه العامه او عضويه فرعي الشيخ زايد والتجمع. استقبل طارق انديل الراغبين في الحصول على عضويه الاهلي وذلك وسط الاجراءات الاحترازيه المتخذه دائما داخل النادي الاهلي في ضوء الاقبال الكبير للحصول على العضويه التي تزامنت مع الطفره الانشائيه الكبرى التي يشهدها الاهلي في كافه فروعه والخدمات التي يقدمها النادي لاعضائه. ايضا شهدت الجلسه اقبالا كبيرا من الراغبين في الحصول على عضويه فرع النادي بتجمع بعد قطع خطوه كبيره في المخطط الانشائي وفقا للمراحل الزمنيه المقرر لها والذي يتم العمل به على قدم وساق وفقا لتوجيهات مجلس الاداره. فرع التجمع بيحتوي على ملعب لكره الطائره وملعب كره سله وكره يد وملاعب خماسي نجيل صناعي وملاعب تنس وجميع عناصر تشطيب معتمده من الاتحاد الدولي لكل لعبه، وتم مراعاه ان تكون الملاعب في منطقه واحده مع وجود غرف الملابس رجال وسيدات لجميع الفرق وقريبا من الملعب. كما توجد منطقه خاصه باكاديميه كره القدم تشتمل على ملعبي كره من النجيل الصناعي من الملاعب الكبيره وغرف الملابس للاعبين والمدربين. الحقيقه طفره انشائيه كبيره جدا في كل فروع وكل مقرات النادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين اقبال كثيف، ولجنه العضويه برئاسه الاستاذ طارق انديل عقدت اجتماع للنظر في العضويات المقدمه للنادي الاهلي. زي ما بقول لحضراتكم خلال الفتره اللي جايه كل مقرات النادي والتطوير الكبير اللي احنا بنشوفه او اللي بتشوفه اعضاء الجمعيه العموميه هنشوف ده ان شاء الله من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، وهننزل نصور لحضراتكم كل المقرات وايه التطوير اللي حصل خلال الفتره القادمه في مقرات النادي الاهلي المختلفه. كريم خليني ابدا معاك. وفرحه كبيره وفخر كبير لكل المصريين الحقيقه النهارده بفوز وتاهل منتخبنا القومي لكرة اليد إلى دور قبل النهائي للأولمبياد. طبعا يعني النهاردة أعتقد منتخب اليد أضفى بسمة جديدة في الأولمبياد بعد البسمة اللي أضافها عمر عصر والبسمة اللي أضافها طبعا فريق التايكوندو. أعتقد دي الفرحة لينا في الأولمبياد خلال الفترة اللي فاتت، وأعتقد كمان فكرة لعبة جماعية بقى كابتن إسلام بتحقق يعني إن شاء الله بإذن الله بإذن الله بالسيمي فاينل. إحنا طمعانين بصراحة في الماتش الفاينل، عندنا ماتش سيمي فاينل مع فرنسا، وانا شايف ان الجيل ده هو الجيل القادر على ان هو ياخد بطار لعبه كره اليد من فرنسا من ساعه 2001. ما زلت اعتقد انا وناس كتيره اتفرجت على الماتش ده لايف،
ما زال الماتش ده في اذهاننا، وان احنا يعني الماتش ده يعني اتعرضنا لظلم كبير، فاعتقد دي فرصه لينا بصراحه. وكمان فرنسا فعلا السنه دي مش بنفس مستوى السنوات الماضيه، ربما في كل مبارياتنا مع فرنسا الرسميه وحتى الود ماتش الود الاخير ما كسبناش، بس ان شاء الله انا يعني اعمل خير المباراه الجايه. حتى مع المانيا بالمناسبه احنا لعبنا 5 مباريات وديه، نعم، مع المانيا وفرنسا اتغلبنا من المانيا فرق هدفين ومن فرنسا فرق هدف. نعم، واحد ما زلت انا شايف هو ده فرصتنا ان احنا ان شاء الله باذن الله، وبرده جاي سيمي فاينل، فباذن الله باذن الله يكون الماتش ده فرحته كتير ان احنا نوصل فاينل اولمبياد المره الاولى في تاريخنا، وكمان نرد طار 2001 يا رب ان شاء الله. احمد برده الحقيقه من الممكن ان يكون هناك ميداليه لفريق جماعي، اعتقد ان دي هتبقى اول ميداليه تحصل في تاريخ مصر. اولا النجاح ده مش مجرد صدفه كده، او لا ده تخطيط بصراحه ممتاز يعني بقياده رئيس مجلس اداره اتحاد اليد الكابتن حسن مصطفى. اولا احنا يعني لو بصينا احنا ابطال العالم الدولي طبعا الدولي والمصري برضه، يعني هو بدا يعني بيخطط بشكل ممتاز جدا. اولا احنا ابطال العالم في الناشئين، ثالث العالم للشباب، انت السابع على العالم في كاس العالم للاخير انت السابع، وحظنا ان احنا قابلنا الدنمارك وخسرنا بركلات الجزاء. لولا ان احنا قابلنا الدنمارك في يعني بدري كنا برضه في كاس العالم الاخير ده كنا قدرنا ان احنا نوصل مربع ذهبي. فالجيل الموجود ده الخليط ما بين الشباب والكبار، اللعيبه الكبار اللي هي الخبرات زي احمد الاحمر، واللعيبه الشباب اللي لسه طالعه، المدرب الاسباني باروندو واحد من افضل المدربين الموجودين على في العالم، انت جاي لك مدرب زي باروندو الاسباني. الحاجه الثانيه برضه اول مره من فتره نشوف فتره اعداد محترمه قويه لمنتخب مصر لكره اليد. انت بتلعب قبل البطوله مع اسبانيا مع فرنسا مع المانيا مع كرواتيا، لعبت مع يعني مع كل القوى العظمى في كره اليد لعبت معاهم قبل الاولمبياد، وبالتالي انت عندك تخطيط محترم، عندك مجلس اداره بصراحه محترم خطط صح، عندك جيل مش مجرد جيل ذهبي بس، لكن انت عندك الجيل الذهبي ده ساعدته بحاجات لدرجه ان انت وصلت بقى عندك في كل مركز 2 احسن من بعض. يعني لو بصينا على مثلا بعض الارقام، في الارقام رسميه طالعه النهارده الموقع الرسمي بتاع البطوله مطلع افضل حارسين في البطوله المنتخب المصري احمد الطيار وكريم هنداوي كاتونجا احسن حارسين. لو بصينا على الارقام اول حاجه هنلاقي يعني ان اول حارسين هم معانا الطيار وكريم هنداوي. كريم هنداوي تصدى ليه 45 تسديده، 45 تسديده بنسبه دقه 33% اهي. يعني دول اول ثلاثه افضل ثلاث حراس في البطوله، الحارس الالماني واول 2 من مصر. فده بيأكد ايه؟ ان انت عندك جيل محترم جدا، افضل يعني الحارس الاساسي والحارس البديل من ضمن افضل ثلاث حراس في البطوله. ايوه كمان افضل مدافع في البطوله احمد المصري لاعب النادي الاهلي، والناس كتير بتقول احمد المصري ايه دوره في البطوله اللي هو اللعيب البديل ده واحد من اهم الادوار اهم الاجنحه. لو بصينا على الرقم اهو احسن مدافع احسن بلوك في البطوله احسن مدافع في البطوله ابراهيم المصري اللي هو لاعب النادي الاهلي، ده عامل 11 بلوك، وعلى فكره رقم 2 من فرنسا فابريجاس اللي احنا هنلعبه الماتش الجاي، وبالتالي ابراهيم المصري برضو بيقدم بطوله هايله. نيجي بقى للهدافين، قائمه الهدافين بتاعت البطوله افضل 20 هداف يعني منهم 4 من مصر، 4 رقم 1 عمر يحيى المحترف في المجر واحد من اهم اللعيبه في المنتخب المصري مسجل 27 هدف. نيجي بعد كده لاحمد هشام دودو طبعا برضو محترف في نيم الفرنسي مسجل 25 هدف، احمد الاحمر مسجل 24 طبعا ده متخصص رميات جزاء، احمد الاحمر مسجل 13 رمي جزاء لمنتخب مصر من 14 لعيب خبره كبيره جدا، محمد سند الجناح الطاير لاعب نادي نيم الفرنسي مسجل 24 هدف، فبالتالي 4 من الهدافين من منتخب مصر. نيجي بعد كده برضو للجول والاسيست مع بعض الاكثر لعيبه المساهمين في اهداف في البطوله برضو مين من مصر، نبص على القائمه هنلاقي عمر يحيى، عمر يحيى بيقدم بطوله كويسه ولو استمر على الاداء ده ممكن ياخد افضل لاعب في البطوله بالارقام، ان هو مسجل مساهم في جول واسيست 41 هدف، عامل 24 جون و14 اسيست فمساهم فيه 41. اهي احمد هشام دودو ده افضل موهبه صاعده، يعني لعيب حريف قوي ومن احرف اللعيبه في كره اليد، مش مجرد ان هو قوي بيعرف يشوط بس، لكن لعيب ذكي مش مجرد عضلات بس، لا ده مخ، محترف في نادي نيم الفرنسي مسجل مساهم في 38 هدف مسجل 25 هدف وعامل 13 اسيست.
تمام، وبالتالي كل الارقام دي يا كريم تودينا ان احنا عندنا منتخب قوي جدا نقدر نحط طموح لنفسنا ان احنا ليه ما نوصلش للدور النهائي. طبعا بس اعتقد برضك كابتن اسلام يعني اعتقد يعني فنيا مفيش فوارق كبيره، واعتقد ربما كمان يبقى عندنا افضليه. انا بس اللي بخاف منه هي الجزء النفسي والمعنوي، لما انت يعني في الالعاب بعيد عن الكوره يعني ربما يكون بعض الاحيان لما انت بتلعب فريق بس خلي بالك مسانده كبيره جدا بسم الله ما شاء الله طبعًا. النهارده من بعد الفوز ومن قبلها الحقيقه يعني كل القنوات تقريبا بتفتح ايديها للمنتخب لانه يستحق الحقيقه. صح يا كابتن سامي، بس انا بتكلم على اللعيبه نفسها، اللعيبه لما بينزلوا قدام منتخب ربما هم ما حدش كسبه قبل كده يعني في تاريخ ما كسبش. انت بتتكلم على اللعيبه الشخصيه، اللعيبه نفسها. بتكلم على اللعيبه نفسها، اللعيبه يعني تاريخنا عمرنا ما كسبنا فرنسا ولا ودي ولا رسم. ساعات بتعمل بعض الحواجز النفسيه اللي هم لازم تغلبوا عليها، يعني لازم دايما يبصوا لماتش ان شاء الله بعد بكره، ان هو ماتش انا اقدر من خلاله اكتب تاريخ. لازم اللعيبه تبقى داخله بدوافع قويه جدا 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 عشان تقدر توازن بيها الحته. ان انا مثلا اخر ماتش انا اتغلبت من فرنسا بالخطا التحكيمي اللي احنا شفناه في اخر ثانيه، ده حتى لو ماتش ودي، بس كان الماتش كان واخد طابع رسم وشفنا المنتخبين بيلعبوا بروح كبيره لغايه اخر ثانيه. فانا شايف ان احنا ان شاء الله اعتقد دي كانت نفس المشكله كانت عندنا مع منتخب روسيا وكسرناها في بطوله العالم بتاع 2001 اللي انا بتكلم عليها، ان احنا في 2001 دي كان اول مره في تاريخ مصر تكسب تعاد دور الثمانيه، وكان دايما المنتخب الروسي ساعتها كان عندنا ازمه، يعني كان عندنا ازمه معنويه ما بنكسبوش خالص لغايه لما جه في البطوله دي كسبنا روسيا في دور الثمانيه، بس اتغلبنا طبعا من فرنسا بالمجاملات التحكيميه اللي حصلت ساعتها. فانا اتمنى ان شاء الله ان الجهاز الفني بجانب امور فنيه يبقى فيه جانب اعداد نفسي كويس عشان نقدر نلعب المباراه دي. انا برضو خايف من الدقايق الاخيره نبقى متقدمين فرق 3 أو 4 أهداف، والعوامل النفسيه ساعات في الاخر كده مع بعض الامور البدنيه بتخلينا نخسر المباراه. ده حصل في الماتش الودي الاخير في فرنسا. بس النهارده الحقيقه كل الناس قالت لك المستويات زي ما كريم قال يا احمد ان المستويات متقاربه وكل حاجه، ولكن النهارده ناس حتى معايا كان معايا كابتن حميد المعلق اللي علق على المعلق الجزائري الكبير الحقيقه اللي علق على المباراه ما بين النهارده ما بين مصر والمانيا، قال لي انا متخيل ان منتخب مصر او مقدر ان منتخب مصر هيكسب ولكن مش بفرق 7، وهو ده اللي انت بتقول عليه ان التوازن كان من الواضح ان هو موجود النهارده، نتمنى ان هو يبقى موجود يوم الخميس ان شاء الله. اتوقع ان شاء الله المنتخب يعني هو منتخب الدنمارك اللي فارق عن المنتخبات كلها، لا يعني ده منتخب الدنمارك ده في حته وباقي المنتخبات كلها في حته ثانيه، لكن احنا في مستوى فرنسا وفي مستوى اسبانيا، تقدر تعدي اسبانيا وتقدر تعدي ان شاء الله ان شاء الله نقدر نوصل نهائي باذن الله. لكن انا شايف ان انت قبل البطوله انت قابلت فرنسا وخسرت بخطا تحكيمي، انت كنت متعادل لغايه اخر لحظه، الحكم خطا تحكيمي حسب رمي الجزاء وكارت احمر لابراهيم المصري في اخر ثانيه، واصلا ما كانتش فاول يعني، فهو يعني خطا تحكيمي وكانت في فرنسا في ملعب فرنسا. انت دلوقتي بحاله الحاله مختلفه خالص، الحاله المعنويه مرتفعه، اللعيبه بتتطور بشكل كويس جدا، عندك 2 محترفين في فرنسا احمد هشام دودو ومحمد سند، فالاثنين عندهم خبره وتعود على اللاعبين الفرنسيين، انت حالتك افضل من فرنسا في البطوله، يعني حالتك اقوى من فرنسا في البطوله كتير، معاك حارس ممتاز بيمر اللي احنا قدامنا على الشاشه كريم كاتونجو صراحه واحد عامل حاجه رائعه، واحد من افضل الحراس يعني في هو والطيار، لسه احنا عارضين ارقامهم، وبالتالي وان شاء الله منتخب مصر قادر يعني قادر باذن الله ان هو يعدي فرنسا، وان شاء الله يعني في اسوأ الظروف يعني ثالث، حتى لو ما عدنا في اسوأ الظروف ثالث نقدر نعدي اسبانيا يعني. واعتقد برضو ان تنظيمنا لكاس العالم كريم لكره اليد اعتقد ان ده ادى ثقه كبيره للاعبين. طب مجرد ان انت تجيب كل المنتخبات اللي كانت موجوده وهذا التنظيم الرائع اللي كان موجود من الدوله المصريه، اعتقد ان ده ادانا كلاعيبه انا بحس كده ان انا عملت كده بكده، يبقى انا بقابل الناس دي عادي بقى في اي حته. بص يا كابتن، انا لعيب كره اليد لما نبص لتاريخها في ال 30 سنه الاخيره تحس في تخطيط. يعني بصراحه الدكتور حسن مصطفى من ساعه ما مسك رئاسه الاتحاد المصري بعد كده طبعا يعني ان شاء الله ربنا الحمد لله يعني وصله لغايه رئاسه الاتحاد الدولي، تحس ان فعلا المنتخب ماشي على طريق متطور. حصل بعض طبيعي الهفوات في النص، ولكن يعني مجمل تاريخ كره اليد في مصر زمان، مثلا الناس ما تعرفش كاس العالم زمان كان بيتعامل على كلاسات، يعني كان في كلاس بي وكلاس اي كنا دايما بنلعب بي، وافتكر حتى كان لينا ماتش مع رومانيا شهير جدا كسبناه في الدقيقه الاخيره، ده لما كسبناه كنا فرحين قوي في بدايه التسعينات، وكان كنا يعني كان عندنا في رمضان، فبعديها خلوا كاس العالم بقى كلاس واحد
بدانا ساعتها نبدا نطلع واحده واحده لغايه لما نظمنا كاس عامله في مصر، وبعد كده نظمناه هنا اخر مره. كل ده انت عندك احتكاكات بالمستويات كلاس ايه. فانا شايف ان اللعيبه من اخر مونديال ومباراه الدنمارك، مباراه الدنمارك دي بصراحه واحده من المباريات التاريخيه في تاريخ مونديال اليد، وسيناريو استحاله حتى كاتب درامي يكتبه بالشكل اللي احنا خمس دقائق. لا بصراحه صعب جدا جدا، وحتى سيناريو ركلات الترجيح نفسها كان غريب، كنا قريبين ان احنا نكسب. فعايز اقوله ان اللعيبه عندها ثقه ان هي تقدر تكسب. معلش كريم قبل ما تكمل كلام يا احمد، برضو الصوره دي بالنسبه لي الحقيقه انا ما كنتش متوقع ان انا في يوم من الايام ان انا ألمانيا. ممكن المانيا لاعبين المان قاعدين بعد مباراتهم مع منتخبنا القومي لكره اليد قاعدين وبيزعلانين وبيعيطوا. يعني دايما احنا بنشوف الصوره دي، احنا يعني لا معظم الالعاب الجماعيه احنا اللي بنعملها. لا واحنا كده يعني الاسلام المان، يعني المان اصلا احنا دايما بنقول ان دايما اي منظومه رياضيه المانيه ما فيهاش مشاعر. ناس ماكينات بينزلوا بيطبقوا سيستم معين وماشيين على سيستم. يعني احنا بنعمل كذا عشان نوصل لكذا. ان المانيا تتغلب بهذا الفارق من المنتخب المصري وبهذا الاداء، واحنا اخر خمس طبعا اخر خمس دقائق احنا ما فيش اي منافسه. يعني احنا بنتكلم فعلا فين. مباراه عاديه انت خلصتها وما فيش قد مشكله. وطبعا طبعا في فارق اتعمل في الدقائق الاخيره خلاص المنتخب الالماني فعلا كان في الدقيقه 25 استسلم خلاص الموضوع انتهى. هو صعب جدا، ودي لاول مره نشوف المنتخب الالماني. نعم يعني الصوره دي بالنسبه لي بصراحه ملهمه. نتمنى نشوف فرنسا ملهمه بالنسبه لي كمصري وكشاب او كل الشباب المصري. ممكن تكون صوره زي دي ملهمه. ليه ما وصلش انا في يوم من الايام ان انا اخلي الناس اتمنى من طبعا ما حدش يعيط، ولكن يعني اي حاجه ما نجحش انا ليه؟ اي حاجه ممكن طبعا، اي حاجه ممكن طالما انت بتشتغل، طالما بتخطط كويس. طبعا المدير الفني عمل الدور بتاعه، اللعيبه عملت ادوارها. حتى عجبني يعني النهارده الحركه، طبعا يعني شفت على السوشيال ميديا الناس يعني لحد ما فرحانين بالحركه اللي عملها كاتونجو للاعب الالماني عشان يرد بيها. لا ده المدرب شوف عمل ايه، لكن المدير الفني قال له تيك كير ما تعملش كده تاني. انا بحب بقى التصرفات دي الفنيه دي. طبعا ربما كل حركه لينا كجمهور يعني هو حته انك بترد الحركه اللي حصلت فينا في مونديال 2015 هو فاكرها اوكي ماشي مقبوله على عن طريق الجمهور بزرق. لكن فنيا واحتراما للمنافس حتى ايفن لو هم عملوا حاجه غلط احنا ما بنعملهاش. عجبني جدا 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 قرار المدير الفني لما قال له ما تعملش كده تاني وهطلعك بره لانه افضل لعيب. وهو اعتذر الامانه، وهو اعتذر يعني كان معانا المهندس شريف العيان السكرتير العام للجنه الاولمبيه قال لنا هذا الكلام، قال لي انا كنت قاعد وراهم وشايف وبسمع. نعم فحركه جيده توريك يا كابتن اسلام قد ايه الانضباط والالتزام داخل الجهاز الفني وداخل الفرقه، وانت كمان المدير الفني والفرقه كلها عندها تارجت اكبر بكتير من مكسب المباراه دي. بالزبط. الراجل في اخر خمس دقائق الناس امانه كلناش مصدقين، عادي جدا مفيش اي مشكله مفيش فرحه زياده عن اللزوم، بيتعامل مع الامر عادي جدا. كسبنا المانيا، عندنا مباراه مهمه مع فرنسا، واعتقد ان شاء الله باذن الله بالاسلوب احنا ماشيين بيه ده نقدر نكسر العقده الفرنسيه وان شاء الله نتاهل للفاينل يا رب ان شاء الله. وفي نفس الوقت كان في مقارنه لطيفه الحقيقه ما بين باروندو وما بين كابتن شوقي غريب على السوشيال ميديا، الناس كلها يعني كانت حاطه المقارنه يعني ما بين هنا وما بين هنا، ولكن ده حاجه وده حاجه. يعني ده برضو انت في القدم حاجه مختلفه شويه عن اليد. يعني انت دلوقتي لما تلاقي البرازيل واسبانيا اللي وصلوا النهائي اعتقد ان ده شيء بالنسبه لك. انت لعبت اسبانيا في المجموعه ولعبت البرازيل وخسرت منها 1-0، برضو اعتقد ان ده شيء ممكن يهدينا شويه، ولكن هي الطريقه حاجه برضو. التخطيط في كره اليد افضل من التخطيط في كره القدم بصراحه. شوف انت وصلت لايه اليد ده، ان انت بتكسب المانيا ده نتيجه تخطيط سنين. ازاي انت دلوقتي بقى عندك في مركز حراسه المرمى عندك حارسين ممتازين، عندك اللعيبه اللي تحت دي كمان. احنا كنا زمان في اليد وكان اخرنا رابع، نوصل مثلا مجموعه يا يعني نقول اقصى طموحاتنا رابع المجموعه عشان نصعد نقابل اول المجموعه ونطلع من دور 16، كنا كده على طول. انت دلوقتي صاعد تاني بتقابل المانيا ومتسيد الجيم من اول الماتش لاخره، بتقابل فرنسا ومتوقع ان انت ممكن تكسب. يعني بصراحه برضو منتخب البحرين كمان قدم اداء كويس جدا في الاولمبياد دي، اول مره يصعدوا وخرجوا من فرنسا وصلوا لدور 8، يستحقوا برضو التحيه. منتخب البحرين قدم اداء كويس. طيب طبعا الف الف مبروك لمنتخبنا لكره اليد، وان شاء الله كلنا هنقعد الساعه 10 الصبح ونقعد نتفرج على مباراه يوم الخميس بتعليق المتالق الحقيقه حميد البراوي، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونصعد الى الدور النهائي ويبقى اول منتخب عربي يصعد الى هذا. يا رب ان شاء الله. كريم خلينا بقى نروح لبورصه المدربين في دوري الابطال دوري
دوري ابطال افريقيا. قبل بقى ما نتكلم عن مباريات النادي الاهلي ومباراه غدا، تغيرات كثيره جدا وحركه انتقالات كبيره جدا. طبعا يعني واضح الانديه بدات يعني تستعد لدوري ابطال افريقيا السنه الجايه، وربما يكون الاسم الابرز اللي انا اشوفه في التغييرات دي راضي الجعايدي. راضي الجعايدي طبعا احنا عارفين راضي بقى مدير فني لنادي الترجي، وراضي طبعا عارفينه من ساعه ما كان لاعب في الترجي في الترجي طبعا، ولعب كتير مع منتخب تونس معاه قدامنا قدام منتخب مصر، ولعب قدام الاهلي والزمالك كتير. راضي الجعايدي طبعا مدافع، ودايما كانت اسلام انا في وجهه نظري يعني المديرين الفنيين اللي بيبقى ليهم يعني خلفيه مدافع لحد ما بالنسبه لي بينجحوا اكتر من اللعيبه اللي بيبقوا في الخط الامامي. يعني دايما بشوف المديرين الفنيين لعيبه بيبقوا مديرين فنيين بيبقوا لعبوا في خط الوسط وخصوصا مركز سته او في مركز المساك، بالنسبه لي دول هم بيبقوا دايما الافضل، لان هم لعيبه بيبقوا شايفين الملعب ككل. حتى لما نبص على الاسامي في العالم كله نشوف ديشام، نشوف جوارديولا، انشيلوتي، معظم المديرين الفنيين اللي عملوا اسماء كبيره في العالم هنلاقيهم لما مركز سته او خط الوسط او من الدفاع مدفع. لكن حتى لما نشوف المهاجمين هتلاقيهم مستوياتهم قليله. حتى مارادونا، يعني مارادونا اعظم من لمس الكوره لما تحول لمدير فني ما كانش لم ينجح بالظبط. فانا بشوف طبعا راضي الجعايدي، بس في جرأة من نادي الترجي بصراحه ان هو يديله. بس خلي بالك ولسه الموضوع متوقف على 100,000 يورو يدفعوا للفريق البلجيكي لمسكو كابتن راضي الجعايدي. تم حلها النهارده. نعم تم حلها، دفعوا حل سيركل بروج البلجيكي. تم حلها، تم حلها المشكله دي. انا قبل ما اخش ما كانش لسه يعني الوقت. من ساعتين نزل على موقع الترجي ان راضي الجعايدي هو اللي خلاص اصبح مديرا فنيا بشكل رسمي، وبالتالي تغيرات كثيره يا احمد. بس راضي الجعايدي بصراحه يعني اختيار مدرب كويس لكذا سبب. اولا راضي الجعايدي الترجي كان زمان مثلا يجيبوا يفكروا في المدرب اللي هو عكس زي يعني زينا مثلا، احنا جبنا موسيماني جعان بطولات عايز يعمل انجازات معانا. ده برضه راضي الجعايدي لسه صغير على فكره، حقق نجاحات كويسه جدا. ده كان ماسك ساوثهامبتون تحت 21 سنه واخد معاهم كاس انجلترا، اول مدرب عربي ياخد يوصل لمنصات التدويج في انجلترا في 21. لما نجح وثقوا فيه مع ساوثهامبتون الانجليزي فمسكوه تحت 23 سنه. يعني صعد معاهم مسك تحت 23 سنه، واكبر نجاح ليه في دوري الدرجه الثانيه الامريكي مع فريق اسمه هارتفورد الامريكي، ان وصل بيهم لمرحله الصعود ان هو مرحله البلاي اوف اللي هي المرحله الاخيره. معانا صورته راضي الجعايدي لو نعرضها هنلاقي ان هو وصل لهارتفورد الامريكي وكان هيوصل للدوري الممتاز في امريكا، فمدرب كويس جدا. بعد كده راح سيركل بروج البلجيكي اللي هو في اخر نادي مسكه مدرب مساعد، بعد كده جابوه. فانا شايف ان هو تجربه ممكن تكون يعني اعتقد مع الصفقات في كلام ان هم هيجيبوا كريم العريبي، في كلام ان هم هيجيبوا سعد بوكير يرجعوه اللي هو مهاجم ابها، في كلام على لعيب نيجيري برضه. فاعتقد ان الترجي بدا يفكر ان هو يعني بيحاول اكيد يرجع معاه مدرب، هتبقى هي برضه نقدر نقول ان هي سلاح ذو حدين، ان انت بتجيب مدرب شاب بس انت بتراهن على مدرب تونسي ونجم كبير جدا، وفي نفس الوقت اعتقد ان هو عنده طموح ان هو يعمل نجاح كبير مع الترجي. طيب المهم يا كابتن اسلام سريعا في الحته دي، هنشوف كم انفاق كبير جدا من انديه شمال افريقيا خلال الفتره الجايه تحضيرا للاهلي لدوري السوبر الافريقي. والدوري السوبر الافريقي خلاص، لان دوري السوبر الافريقي قاب قوسين او ادنى هو يتنفذ، موضوع منتهي يعني. طبعا راضي الجعايدي طبعا هو اللي في نص الصوره طبعا طبعا. فدوري السوبر الافريقي يا كابتن اسلام خلاص بقى حقيقه قادمه عشان تلعب في البطوله دي، وطبعا جوائزها هتبقى اكبر بكتير، عشان تستعد لها كويس لازم تشرف كويس بالظبط. حجم الانفاقات في انديه شمال افريقيا حتى تبقى اكتر اعتقد من الغرب ومن جنوب افريقيا هتبقى كبيره جدا، وربما نصل لدرجه نقارن بيها مع بعض الانديه في اوروبا. تمام، ما هو لو في عوائد ماديه داخله طبعا. طيب بس موضوع حلو جدا هنتكلم فيه، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل نرجع نتكلم او نكمل كلامنا عن بورصه المدربين في دوري الابطال الافريقي، وكلام كريم عن السوبر الافريقي او دوري السوبر الافريقي ومكافئات وشو حاجات كتيره جدا هنتكلم فيها، ولكن خلينا نطلع فاصل الاول. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. اخر اخبار الانتقالات في دوري اخبار الانتقالات للمدربين في دوري الابطال الافريقي. خليني ابدا بدكتور احمد، وقول لي برضو نتكلم عن رجاء مثلا
بما اننا هنلعب الرجاء في السوبر الافريقي ان شاء الله. المغرب في الرجاء وفي الوداد. الرجاء التونسي الاسعد الشابي دول طبعا هيلعبونا في السوبر الافريقي، هو ماشي معاهم بشكل كويس، اخذ معاهم الكونفدراليه، ولكن لسه في يعني في مشاكل ما بينه وما بين الاداره على موضوع زياده راتبه، على موضوع ان هو في خلاف ما بينه وما بين اللعيب العميد طبعا محسن متولي، في خلاف ان هو عايز يمسك ملف التعاقدات، فلسه حته ان هو ممكن يكمل ولا لا. بس هو طبعا مدرب كويس واخد معاهم، وعنده برده نهائي البطوله العربيه، نهائي كاس محمد السادس قدام الاتحاد السعودي يوم 21 اغسطس. فبرضه يعني مدرب كويس جدا التونسي الاسعد الشابي. اما الوداد المغربي رحل امبارح فوزي البنزرتي، في كلام ان هو خلاص يعني مشى، والاقرب حاليا النهارده وليد الركراكي اللي هو المدرب المغربي اللي كان بيدرب الفتح الرباطي والدحيل القطري، مدرب كويس جدا وممتاز ان هو بيلعب لعب اللي هو التيكي تاكا، برضه جمهور الوداد بيحبه جدا، فاعتقد ان هو اقرب لتولي الوداد المغربي وليد الركراكي في الساعات المقبله. نادي برضو مازيمبي تولى فرانك الفرنسي فرانك دوماس اللي كان ماسك شباب بلوزداد الجزائري، لسه متولي امبارح المهمه. المريخ السوداني الفرنسي جاريزيتو ده كان ماسكهم قبل كده، وده اللي اخذ مع مازيمبي سنه 2009 دوري ابطال افريقيا. الهلال السوداني طبعا البرتغالي ريكاردو موجود معاهم. سان داونز لسه زي ما هم المدربين اللي هم الثلاثه مكوينا ومنكوبا والتالت معاهم. انا مش فاهمها يعني مدربين ثلاث مدربين ثلاث مدربين. ثلاث مدربين دول هم عاملين نظام حتى من السنه دي من لما لعبناهم، هم ثلاث مدربين عاملين تجربه جديده كده. يعني ثلاث مدربين خط النص ثلاث مدربين معاهم في الخط، يعني ماكوينا ومنكوبه، حتى تلاقي في التصريحات كلها ده بيصرح شويه وده بيصرح شويه في هم كده، ده نظام عاملين تجربه جديده ثلاث مدربين. فاهم؟ في سان داونز برضو الفريق المفاجاه ان كايزر تشيفز ما صعدش لدوري ابطال افريقيا العام ده، اللي هو اللي كان بيلعب في النهائي اللي صعد مكانه امازولو اللي هو تاني الدوري الجنوب الافريقي. طب مين اللي بيدرب امازولو ده بقى؟ مكارسي. مكارسي اللي هو الهداف بتاع جنوب افريقي. فطبعا هنشوفه برضو قدامنا على اللي هو الجنوب افريقي، بيني مكارسي ده اللي بيدرب امازولو. نيجي برضو لانديه تنزانيا نعدي عليهم كده، سيمبا التنزاني بيدربها الفرنسي ديدي جوميز، ده احنا شفناه في البطوله ديت. يانج افريكانز التنزاني بيدربه نصر الدين النابي التونسي. على فكره اغلب المدربين لو لاحظنا هنلاقي ان هم يا من جنوب افريقيا يا من فرنسا يا من تونس، حتى مصر موسيماني في الاهلي من جنوب افريقيا وكارتيرون من فرنسا. شباب بلوزداد برضو بطل الدوري الجزائري والاقرب ان هم ياخدوا الدوري الجزائري خلاص، طبعا بيدربهم السربي زوران مانولوفيتش، وكانوا موجودين برضو حاليا في البطوله. طيب اذا اخبار مهمه عن هذه الانتقالات. في النهايه اعتقد الانتقالات دي بتفرق معانا احنا، بنقول للناس ان الناس كلها بتغير عشان ترجع بقى، كل عايز يرجع يلعب النادي الاهلي اللي بقاله سنتين مسيطر على البطوله الافريقيه. طبعا كابتن اسلام، اعتقد المنافسه طبعا في السنه الجايه هتبقى شديده جدا علينا. اكيد كله هيبقى مركز، اعتقد نفس التركيز اللي كانت في بطوله 2007، يعني رغم ان احنا ساعتها وصلنا برضو فاينل للسنه الثالثه على التوالي قدام النجم الساحلي، بس يعني حصل اللي حصل. بس ان شاء الله باذن الله السنه الجايه برضو النادي الاهلي يحقق ده عامل عرجون. بالظبط، ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله النادي الاهلي يبقى لاول مره بيحقق الثلاثيه لدوري الابطال ورا بعض، زي ما برضو من ريال مدريد كان حققها مؤخرا في الثلاث سنوات الاخيره مع زيدان. طيب خلينا بقى ننتقل الى النادي الاهلي، وابدا بيك برضو يا كريم. يعني بما ان هتكلم عن كريم ندفد فلازم كريم سعيد هو اللي يقول لنا. كريم ندفد وعودته الحقيقه، وكلنا سعداء، كلنا كاهلاويه يعني سعداء بعوده كريم ندفد، لانه واحد من اللاعبين المجتهدين جدا، وفي نفس الوقت بقى له فتره طويله جدا بعيد. بص كابتن اسلام، يعني كريم جه اعتقد يعني في الفتره اللي عمل فيها عمليه، كنت برضو عملت عمليه في ايديا، كنت انا كسرت عملت عمليه، واحنا الاثنين اتقابلنا في المركز العلاج الطبيعي هنا في مصر بعد ما خلص حياته في المانيا. كريم انا يعني انا فرحان له جدا جدا اول ما شفت اسمه في قائمه بكره، لان انا كنت شايف قد ايه رغم يعني كم هائل من الاحباط هو كان بيواجهه وفتره طويله جدا، ما اعتقدش يعني ربما لاعب كره قدم غاب الفتره دي زي كريم ندفد، بصراحه طويله جدا. لكن هو بصراحه انا كنت بشوفه في العلاج الطبيعي بيجتهد جدا ومتمسك بالامل، وهرجع وهلعب تاني وانا مش قلقان، وحتى لو الفتره طالت وهسمع كلام الدكتور. وطبعا هو عدى على دكاتره كتيره وكان في بعض التشخيصات ربما تكون خاطئه، لكن انا فرحان بره مصر الحقيقه. طبعا انا فرحان جدا جدا بصراحه ان هو صمد وهو استحمل كل شيء، واكيد في الوقت ده اكيد ربما يكون سمع بعض الكلام المحبط، لكن هو ما يعني اشتغل على نفسه واجتهد، والحمد لله الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى قدر ان هو يعني يرجع في قائمه مباراه بكره باذن الله. باذن الله اتمنى يكون في بعض يعني
النتيجه في الشوط الاول تبقى مريحه وتبقى سهله عشان يقدر كريم نيدفيد باذن الله باذن الله بكره يكون له 10 دقائق او ربع ساعه. اكيد بكره لو شفناه في الملعب بيلعب والدنيا تمام كلنا هنكون سعداء بهذه الخطوه. احمد، ثبتوا ارقام هداف النادي الاهلي عبر التاريخ وارقام محمد شريف، يمكن محمد شريف بيقرب كده بيتسحب كده بيقرب من الهدافين النادي الاهلي في موسم واحد في الدوري. رقمه عبر التاريخ كله رقم واحد كابتن محمود الخطيب سنه 74 75 مسجل 23 هدف. رقم 2 الشيخ طه اسماعيل سنه 62 63 20 هدف. الارقام دي في الدوري في موسم واحد. احمد بلال مسجل 19 هدف موسم 2002 2003. محمد ابو تريكه 18 هدف موسم 2005 2006. وليد ازارو 18 هدف موسم 2017 2018. فيلافيو 17 موسم 2006 2007. محمد شريف اهو رقم 7 مسجل 16 هدف. لو سجل اعتقد ان هو بيقرب من رقم فيلافيو ازارو واحمد بلال والشيخ طه يعني الكابتن طه اسماعيل والكابتن محمود الخطيب. نيجي بعد كده طبعا حسام حسن وعماد متعب 15 هدف 15 هدف. بنيجي برضو الارقام محمد شريف طبعا هدافين الدوري بصفه عامه في اخر يعني من سنه 74 محدش عدى 20 هدف. من سنه 74 اللي عداهم حسام باولو 2014 2015 جاب 20 هدف، وعبد الحليم علي مع الزمالك برضو جاب 20 هدف. فمحمد شريف لو عدى 20 هدف، هو حاليا 16، لو عدى 20 هدف هيبقى كسر الرقم ده، ما اتكسرش من سنه 74 75. تمام كريم، بقى خلينا ننتقل الى حكم المباراه. تم تعيين كابتن ابراهيم نور الدين حكما لهذه المباراه، مباراه النادي الاهلي ووادي دجله. طبعا دي هتبقى المباراه الرابعه للكابتن ابراهيم نور الدين اللي حكمها للنادي الاهلي السنه دي. هو حكم لنا يعني مباراه المقاصه الدوري، بعد كده مباراه الاسماعيلي، بعد كده مباراه سموحه، يعني والتلات مباريات السابقين يعني النادي الاهلي حقق فيهم الانتصار. فبتمنى ان شاء الله الكابتن ابراهيم نور الدين يبقى حظ موفق في اداره المباراه ويبقى عادل للفريقين وما يبقاش في اي مباراه جدليه. وتاني نفس الجمله اللي احنا دايما بنقولها لاي حكم، دايما استغل ان انت معاك فار، الفار يبقى ماده مساعده ليك وخد وقتك زي ما انت عايز في مراجعه القرارات. فيديو اسيست، ما هو الفار ده يعني فيديو اسيست هو مساعد ليك بالظبط. يعني الكابتن ابراهيم الدين انا بصراحه يعني بحب يعني ستايله في المباريات واهتمامه الشخصي بالامور الشخصيه واللبس والتسريحات وكل ده شيء جيد جدا. اتمنى برضو مع الامور دي يبقى دايما القرارات بنرجع فيها بناخد وقتنا، ما فيش ادنى مشكله، وباذن الله باذن الله يبقى ما فيش حد زعلان بكره من اي قرار تحكيم للكابتن. انت عامل شعرك حلو برضو، انت متضايق؟ ما انت عامل شعرك يعني. انا ما قلتش حاجه والله، انا بشيد والله، ما قلتش حاجه. ليه بتفهم غلط؟ لا احنا فعلا بنقول للناس يعني. طيب احمد ثابت، وقائمه الاكثر اسيست، الاكثر صناعه للاهداف، الاكثر اسيست في الدوري بتشهد وجود ثلاث لعيبه من النادي الاهلي في الاول سبعه. رقم واحد انا حاسبها بالدقائق، فاللي لعب دقائق اقل هو اللي بيصدر القايمه. علي معلول طبعا بيتصدر القايمه، 10 اسيست في 1426 دقيقه لعبها. عمرو الحلواني 10 اسيست بس لعب 2248 دقيقه، قدامنا الارقام على الشاشه. فعلي معلول بيبقى رقم واحد لانه لعب اقل. رقم ثلاثه مين بقى؟ حسين الشحات. حسين الشحات بيقدم موسم ممتاز جدا مع النادي الاهلي. انا بقول لك عليه مش قادر ومش عارف ايه، ده افضل جناح في الاهلي حاليا بصراحه. يعني حسين الشحات افضل جناح عندنا في الفرقه بالارقام. يعني الراجل رقم ثلاثه في الاسيست، عامل سبعه اسيست، ولعب عدد دقائق اقل من احمد رفعت ومن عبد الله السعيد ومن قفشه. لاعب 1638. احمد رفعت عامل لاعب المصري على لاعب 1765. عبد الله السعيد عامل برضه 7 اسيست في 1839، ومحمد مجدي قفشه 7 اسيست في 2011 دقيقه. الحق 2011 دقيقه دي عشان ما تبقاش دي طبعا بعض الاهداف لمعلول. علي معلول دي اسيستات علي معلول طبعا بيعتبر واحد. علي معلول كمان عودته بتعلي الاكسبكتد جول عند النادي الاهلي، الاهداف المتوقعه. دايما وجود علي معلول خاصه في المباريات اللي هي بصراحه انا عاجبني الاوفر ده قوي. الاوفر ده الاوفر ده في دواء للمهاجمين، دواء دواء اصل هو ده الاوفر. في دواء للمهاجمين اللي قبل ده، هات اللي قبل ده سمير، اللي قبل ده اوفر حلو وجامد ومش اي حد يعمله وكل حاجه، بس في نفس الوقت هو يعني بيتعمل كتير، لكن الاوفر اللي من ورا ده بصراحة مش أفضل، مش أي حد بيعمله، مش كتير. يعني أنا بشوفه بيعمله. أفضل ظهير أيسر جه النادي الأهلي عبر التاريخ من وجهة نظري، بالأرقام بالأسيستات بالأهداف. علي رائع، أنا بتكلم ده الأوفر ده طبيعي. ده طبيعي يعني بنشوفه كتير، ممكن يتعمل كتير، مع إنه عمله ببطن رجله كده عشان تلف لمحمد وشايف محمد. مش أي حد برضه بيعمل، لكن أنا بالنسبة لي الأوفر ده اللي هو قدام حضراتكم ده
ده اوفر مختلف، ده مش اي حد بيعمل الاوفر ده، لانه ده في دواء اللفه فيه في اللفه ان الحارس ظن في ثانيه هو يقدر يمسك. هو صعوبته في كده بالظبط، صح، هو صعوبته في كده ان اللفه مش يعني انت شايف الكره جايه وبعدين بتبعد بتخدع. مش اي حد بيعمل الاوفر ده طبعا. وكمان كان يا كابتن اسلام توقيتات الاهداف اللي احنا شفناها دي طبعا هو سامبلز يعني هي مجرد امثله، انما شخصيه علي معلول انه يعمل الكروس ده في مباراه في الدقيقه 94 ومباراه مضغوطه كنت مغلوب 2-1 وكمان تعادلت وعايز تكسب، فهو مركز ازاي النهارده يطلع الكروس ده. فطبعا علي معلول يعني حاجه مفتاح مهم طبعاً. جدا وحل سحري في الفرق دايما اللي بتقفل وبتلعب دفاع منطقه، انت مهم جدا ان ظاهرين يتقدموا ويعملوا العرضيات عشان تفك التكتل. لا بصراحه واحد من الحلول الاوفر ده يا جماعه بجد للمره المليون جميل. نعتبره يعني احسن اوفر في الدوري السنه دي. انا بعتبره احسن اسيست في الدوري الحقيقه يعني هذا الموسم، لانه مش اي حد صعب وتوقيته توقيته كمان ده فرقه متعادله وفي الدقيقه 93 وبتعمل الاوفر ده وكمان بيرفع من اخر الخط ومن اول الخط، فلعيب بصراحه بسم الله ما شاء الله عليه يعني. طيب خلينا نطلع فاصل وبعد بقى هذا الفاصل هنرجع نتكلم عن وادي دجله، هنلعب وادي دجله هيلعب ازاي بكره امام النادي الاهلي من خلال طبعا وجود كريم سعيد واحمد ثابت بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، فقرتنا الاخيره هنتكلم عن تشكيل وادي دجله وكيف او كيفيه طريقه لعب وادي دجله امام النادي الاهلي بكره من وجهه نظر محللنا هيكونوا متواجدين معانا وهيكملوا فقرتهم النهارده كريم سعيد واحمد ثابت. كريم يعني برضو كنت عايزك تتكلم عن التشكيل المتوقع لنادي وادي دجله بكره. طبعا كابتن اسلام نادي وادي دجله بشوفه رغم طبعا يعني رحيل تكيس وبعد كده هو رجع للبيراميدز دلوقتي، لكن انا في وجهه نظري ان اللعيبه وعقليه الفريق ما زالت متاثره بالفتره بتاعه تكيس، وفعلا اللعيبه لحد ما بيلجاوا او اكثر الاحوال بيلعبوا كوره على الارض اكثر ما بيلجاوا للكرات الطوليه زي بقيه اغلب فرق الدوري. ربما وادي دجله لما بيلعب نادي الاهلي او بيلعب نادي الزمالك او حتى بيلعب بيراميدز بيحافظ على السيستم بتاعه، ربما بس كان الاختلاف مع فتره تكييف وادي دجله هو ازاي تامن نفسك دفاعيا، لان يعني الفريق فعلا كان بيقدم كره هجوميه حلوه كان بيجيب اهداف، الفرقه كانت بتلعب فعلا كره حلوه جدا جدا على الارض، لكن مشكلتها ان هي كانت ربما ترتكب بعض الاخطاء الساذجه جدا قدام خط الدفاع والكره تتخطف ويتم احراز فيهم اهداف، وكانت دي اكبر مشكله. طيب نادي وادي دجله السنه دي فريق بيعاني، وجينا قبل مباراه المصري مدير فني السابق مشي وجيب الكابتن عبد الباقي جمال وهو ادار مباراه المصري بشكل مؤقت، وبعد كده الاداره قعدت مع بعض قالوا لنا يا جماعه طب نكمل بالراجل نجيب حد تاني، قال ما فيش وقت كملوا بالكابتن عبد الباقي جمال، وكمان ادوله الثقه بانه هو يبقى مدير فني دائم اذا بقى الفريق في الدوري السنه دي ونجح في الاختبار ان هو يكمل السنه الجايه. اللي اتفرج بقى على الفرقه فعلا فريق وادي دجله في الفتره الاخيره يلاقي ان في تاثير ايجابي بسبب هذا القرار، الفريق لعب اربع مباريات خد منهم ست نقاط ثلاث تعادلات وانتصار وبقى فيه لحد ما عمق دفاعي شويه. وادي دجله بيلعب ازاي في المباراه الاخيره؟ حتى مباراه المقاصه المباراه الاخيره برده الفريق كان متاخر في النتيجه 1-0 وقدر ان هو يرجع 1-1، كسب اسوان في اسوان بنتيجه عريضه جدا 4-1 ربما نتيجه لم تتحقق طول هذا الموسم وادي دجله. فايه الاختلاف؟ الاختلاف ببساطه ان الفريق رجع لحد مال طريقه 4-2-3-1، بدا يبعد شويه عن ال 4-3-3 اللي فيها يعني فيها ايه مجازفه هجوميه، وبدا الفريق يبقى بيحضر نفس الاداء بتاعه، ومهم جدا 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 اكيد عند فرقتنا وعند لعيبه النادي الاهلي ان هم يبقوا مركزين على اثنين لعيبه بيتبني عليهم كل التكتيك بتاع فرقه وادي دجله، وهما اسحاق يعقوب الباك الشمال لاعب مهم جدا في استلام الكره، اكتر لاعب استلم الكره من وادي دجله في مباراتي المقاصه واعتقد مباراه اسوان، مباراه المقاصه اسحاق يعقوب استلم الكره 49 مره من خط الدفاع، وبالتالي لاعب اسحاق يعقوب الباك الشمال لاعب خطير جدا من حته ان هو بيتبني عليه، وبالتالي اذا احنا هنطبق الضغط العالي يبقى لازم يتمنع من استلام الكره. اللاعب الثاني اللي بعديه ثاني اكتر لاعب بيستلم الكره في فرقه وادي دجله هو طبعا محمد عبد العاطي، واحد من ابرز لعيبه خط الوسط بنتكلم عليهم خلال اخر موسمين، ولعيب مميز جدا 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 في مساله الاستلام والتسليم تحت الضغط والتمرير، رغم طبعا ربما محمد عبد العاطي جسمانيا ضعيف شويه من الناحيه الدفاعيه ولكن لاعب مهم، واكتر ثاني اكتر لاعب في مباراه المقصه الاخيره استلم الكره في فرقه وادي دجله، وبالتالي وادي دجله
بيحاول مع فتره الكابتن عبد الباقي جمال ان هو يعني يدال المشاكل اللي كانت في الفرقه. ان انا النهارده هطلع بالكوره من عند عبد المنصف الطريقه الطبيعيه بتاعتي، ولكن لازم اكون مأمن نفسي. نعم عبد المنصف مدير الكوره حارس مرمى مدير الكوره طبعا بيعمل دروب. حتى اخيرا في الاسبوع الاخير كابتن عبد المنصف هو بنفسه اتاخر عن التمرين خاصه من نفسه والمفروض ان الغرامه 1000 جنيه، فهو عشان هو مدير الكوره خصم من نفسه 3000 جنيه عشان يقول يعني مدير الكوره هيخصم بيقلب بوفون في ماتشات الاهلي كمان برضه. لا هو عبد المنصف الحقيقه من الحراس الجيدين جدا يعني طبعا بصراحه طبعا وان هو كمان مكمل بصراحه للسن ده، من اكتر الحراس السنه دي تصدي لركلات الجزاء في المباريات، اعتقد تصدى الى 6 ركلات جزاء، ده رقم مميز جدا جدا طبعا. فنادي وادي دجله الاسلام فريق بيعمل بيلدنج اب بتاعه من عند حارس المرمى، بيحاولوا يطبقوا نفس فكره التكييس، وعشان كده محتاجين ان احنا نركز مع 2 لعيبه هم محمد عبد العاطي واسحاق يعقوب. واعتقد لو معانا صوره الارقام اللي بتبين قد ايه ان 77% من لعب وادي دجله بيتلعب من تمريرات، وعندهم اجاده كويسه في عمليه التمريرات، دقه الكرات العرضيه عندهم ربما تكون قليله شويه 19%. ده معناه ايه؟ ده معناه ان هم لما بيوصلوا لغايه منطقه جزاء المنافس ما بيلاقوش الزياده عاديه الكافيه، ان الفرقه بقى لها سنتين بتلعب كرات على الارض فمعتمده على الاختراق والاستحواذ اكتر ما هي معتمده على الكرات العرضيه. تمام برضو لو تقدر تقول لنا التشكيل من وجهه نظرك المتوقع يمكن هو تكمله برضو الكريم قبل ما اكمل بس يا احمد قول لنا كريم بعد اذنك. انا اعتقد التشكيل مش هيختلف عن ماتش مقص الاخير، محمد عبد المنصف حارس مرمى، 2 مساكين خالد رضا ومحمود مرعي، باك يمين باسم وليد، باك شمال طبعا اسحاق يعقوب، بيتكلم 2 في خط الوسط هم محمد عبد العاطي واحمد سعيد، محمد رضا اللي بياخد دور البلاي ميكر شويه وبيتقدم، ومعانا طبعا في الامام المهاجم اكيد المخضرم للدوري المصري صلاح امين، ومعانا حسام عرفات واحمد عاطف، واعتقد النهارده برضو ثابت هيتكلم احمد عاطف بشكل مفصل. يعني ده التشكيل الاقرب للتواجد بكره امام النادي الاهلي، تشكيل طبعا فريق وادي دجله الاقرب للتواجد بكره امام النادي الاهلي. في كمان برضو ممكن لعيب يدخله لانه كان مصاب، محمد هلال برضو ممكن يكون متواجد في التشكيل، ربما نلاقيه برضو في التشكيلة عشان ما نتفاجئش. لكن هم زي ما كريم قال هم مع المدرب عبد الباقي جمال هم ما خسروش ولا ماتش من 4 مباريات، وده رقم برضو يخلينا نحترم فريق وادي دجلة بشكل كبير جدا ونعمل له 1000 حساب بكرة. ليه؟ لان هم فريق بقوا بيدافعوا بشكل كويس، هو بيحاول يعالج الاخطاء الدفاعية اللي كانت موجودة مع ماريو سالس المدرب التشيلي ومع بابا فاسيليو المدرب اليوناني الكوبروسي اللي هو كانوا قبله، ودي ظهر في النتائج. فهو بدا نوعا ما يعتمد على التمريرات الارضيه، اسحاق يعقوب زي ما كريم قال واحد من اهم الاظهره الموجوده ناحيه الشمال. تمام. وممكن بيعتمد على بعض التمريرات الطوليه. ماشي. تحديدا للاعب احمد عاطف. احمد عاطف هنتكلم بقى عن احمد عاطف لوحده، ولكن خلينا نروح للحالات اللي عندك النهارده. تمام. في او معايا حالات هجوميه وحالات دفاعيه لفريق وادي دجله. نبص على الحاله الاولانيه معانا. اول حاجه بص او اول حاله معانا هنبص على اهيت ده اول حاجه هما بيبنوا اللعب على احمد عاطف، ده اصلا راس حربه. أوكي. اللي هو اللعيب الصاعد الواعد اللي هو واحد من اللعيبه البروميسنج جدا في الدوري المصري، راس حربه، ولكن بيوظفوا المدرب عبد الباقي جمال كجناح. في الفتره الاخيره بنلاقي ليه اهداف من ناحيه اليمين ومن ناحيه الشمال، فهو متحرك ساعات يلعب جناح يمين وساعات جناح شمال. الكوره دايما بتتلعب لصلاح امين كتمريره طوليه اللي بينزل يسقط يسحب معاه واحد من قلوب الدفاع، واحمد عاطف بيقطع في ظهر الدفاع في المساحه الفاضيه اللي بقت ورا المدافعين. يعني بص صلاح امين اهو، المفروض صلاح امين هو اللي بيبقى قدام واحمد عاطف هو اللي ناحيه اليمين، فضل المساحه شيفت بيتعمل شيفت. نبص على الصوره اللي بعدها نشوف احمد عاطف بيسجل منين اهو. الكره وصلت لفين، ولاعيب عنده شخصيه فلازم يتعمل له 1000 حساب اللي هو احمد عاطف اللعيب رقم 23، مهاجم كويس جدا وواضح ان هو خامه واعده. نبص على الحاله الثالثه هنلاقي نفس الكلام، الكره اتلعبت بالعرض من باسم وليد اللي هو الباك اليمين، لعب احمد عاطف، دليل ان هو برده هو كان في الماتش ده الماتش اللي فات بتاع اسوان كان بيلعب جناح يمين. أيوه. في الماتش بتاع مصر المقصه كان بيلعب جناح شمال ناحيه الشمال، الكوره راحت له وقف على كورته صح وسجل من وسط ثلاثه، يعني من وسط ثلاثه. نجيب الصوره اللي بعدها هنلاقي بص ان هو اخذ الكوره لجوه وراح شايط، فنخلي بالنا من تسديدات لازم يتم رقابه احمد عاطف بشكل جيد، لان هو واحد من اهم المفاتيح في الفتره الاخيره لفريق وادي دجله. ديت الحالات الهجوميه تحديدا زي ما قلت عندهم قوه هجوميه كبيره لاسحاق ويعقوبه، محمد عبد العاطي بيحضر الهجمه بشكل كويس جدا، احمد سعيد برضو عمليه التكمله بيكمل بشكل كويس جدا،
نيجي للاطراف بتوعهم، محمد هلال ممكن يكون له دور، انا شايف ان هو ممكن يكون عودته يعني حتى في المباراه الوديه لما تابعتهم في المباراه الوديه الاخيره محمد هلال سجل هدف، فممكن يكون موجود في التشكيله برضو كصانع العاب كثالث معاهم في وسط الملعب. نيجي بعد كده لاحمد عاطف وحسام عرفات على الاطراف، اثنين عندهم السرعات واعتقد ان هم بكره هيلعبوا دفاع منطقه وهيعتمدوا على الهجمه المرتده من خلال احمد عاطف ومن خلال صلاح امين طبعا ومن خلال حسام عرفات. السرعات اللي هتبقى في ظهر علي مثلا علي معلول والباك اليمين بتاع النادي الاهلي، السرعات اللي هتبقى في ظهرهم هيحاولوا ان هم يستغلوها، ده فكر مدرب وادي دجله. طيب نروح للحالات الدفاعيه. الحالات الدفاعيه هم عندهم مشكله واضحه جدا 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 وادي دجله في الكرات العرضيه. عايز تكسب وادي دجله اعمل كرات عرضيه كتير لان المدافعين عندهم ثابته ولا سواء ثابته او متحركه. احنا جايبين حالتين، واحده ثابته واحده متحركه. تمام. بص على المدافعين الاثنين المساكين هتلاقيهم عينيهم دايما على الكوره وما بيروحوش للمهاجم. ايوه. فدي دور بواليا بكره لو نزل الشوط الثاني او بدا حتى مع محمد شريف لازم استغلال الكرات العرضيه لازم. بص حضرتك ادي هشام محمد بيرفع، جيمس بيكلي واقف وسط واحد اثنين ثلاث مدافعين، اصلا ما فيش حد مراقب، كله باصص على الكوره وسايبين جيمس بيكلي. هات الصوره اللي بعدها نفسك او بص علامه استفهام على الثلاثه سايبينه وهو بيعمل باكورد. أيوه. وبتيجي جون، ثلاثه بيتفرجوا عليه. فمشكله الكرات العرضيه واضحه جدا عند وادي دجله. والحته الثانيه برضو الحته اللي هي الزون 14 دي اللي فيها محمد عبد العاطي، محمد عبد العاطي لعيب على المستوى الهجومي كويس وعلى مستوى كورته كويسه وعلى مستوى تحضير الهجمه كويس، ولكن على القدرات الدفاعيه بتاعته بشوفها ان هي مش قويه قوي، خاصه لما بيلعب محمد عبد العاطي مركز 8 اكتر من 6، فهو بيتم توظيفه في وادي دجله مركز 6 وبالتالي بيبقى منطقه الزون 14 دي فاضيه نقدر ان احنا نستغلها، خاصه تحديدا محمد مجدي قفشه اللي هي المساحه دي بالظبط. نكمل الحاله اللي بعدها، احنا كده جبنا ايه حاله لعب من متحرك من لعب مفتوح. نعم. تعال نشوف بقى الكرات العرضيه برده من ضربه ثابته. بص هم كلهم واقفين، وادي دجله اللي لابس الابيض كلهم واقفين بيبصوا برده على الكوره وسايبين المان بتاعهم. هم طبعا بيقفوا بره المنطقه، بتقف بره الخط. تمام. واقفين برده بعيد وفي نفس الوقت كلهم حركه غريبه جدا، كلهم بيبصوا للكوره وسايبين المهاجمين بتوع اسوان اللي دخلوا جوه منطقه الجزاء. تمام. كمل يا استاذ سمير. وجوه ودخلت جون، قدر لعيب اسوان ان هو يسجلها. اذا الهدفين اللي جايين اخر هدفين دخلوا شباك فريق وادي دجله من كرات عرضيه، فلازم تمام. التركيز بكره على الكرات العرضيه وعلى منطقه الزون 14 اللي هي فيها محمد مجدي قفشه. تمام. اخيرا اتكلمنا عن احمد عاطف، احمد عاطف احرز اربع اهداف. احرز ارقام احمد عاطف لاعب اساسي سبع مرات، لعب بديل اربع مرات، احرز اربع اهداف، صنع تسع فرص لزملائه، مهاجم كويس، كسب 8 التحامات هوائيه، راح على الجون 21 محاوله منهم 7 صح. اذا يستحق ان احنا دايما نبقى واخدين بالنا من احمد عاطف اللي هو الجناح، خاصه ان هو بقى اسلوب لعبه ان هو بقى بيعتمد على الهجمه المرتده ومعتمد. تم توظيف احمد عاطف اللي كان بيلعب مع المدربين اللي قبل كده كراس حربه بقى بيلعبه كجناح على الورق. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي بكره. انا بشكركم كالعاده كريم سعيد، بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ايضا بشكرك يا دكتور احمد على وجودك معانا النهارده. شكرا جزيلا. وتوفيق للنادي الاهلي يا رب. ان شاء الله بكره مباراه النادي الاهلي ضد نادي وادي دجله زي ما قلت لحضراتكم، المباراه في تمام الساعه 9 الاستوديو التحليلي ان شاء الله هيكون مع حضراتكم من الساعه 7 مع النجم الكبير كابتن ايمن شوقي ونجوم الكبار اللي هيكونوا متواجدين معايا ان شاء الله في الاستوديو التحليلي. انا ان شاء الله بكره مش هطلع مع حضراتكم، ويوم الاحد هكون على الهواء مباشره ان شاء الله في البيت الكبير. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا والتقيكم يوم الاحد القادم.